السادة الحضور، السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المحترم، أستاذ نقيب عبد الرحيم الجامعي، الأستاذ النقيب عزيز الويبح نقيب محامي بالرباط، الأستاذ عبد الله الكرجي رئيس مكتب جهوي لنادي القضاة بالمغرب، السادة النقباء، السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السادة رؤساء الفرق البرلمانية، السادة المحامون، قضاة، صحفيون، زملاء صحفيون، مرحبا بكم في هذه الندوة التي اخترنا لها في موقع اليوم 24 عنوان مشروع قانون المسطرة المدنية رهانات الحضور الحقوق وحصالة الدفاع. لا شك أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة، ونحن نتابع النقاش والجدل الدائر حول هذا المشروع ذي الأهمية الكبيرة بالنسبة للمتقاضين من مختلف أطراف الدعوة. تابعنا النقاشات الهامة والاحتجاجات أيضا من مختلف الهيئات القضائية حول هذا المشروع، ونحن هنا لسنا بصدد يعني الانتقاص من هذا المشروع أو الانتقادي، وإنما من أجل نقاش علمي رصين حول مشروع قانون المسطرة المدني. ولهذا استدعينا السادة الأساتذة للمشاركة معنا في هذا الموضوع. وأود في البداية أن أطر هذا اللقاء من الناحية المنهجية، أن هذا اللقاء لن تكون فيه مداخلات يعني بمدة محددة، وإنما نريدها أن يكون جلسة نقاشية حول مختلف القضايا المثيرة للجدل في هذا المشروع. وأبدأ بالسؤال الأول، وهنا اخترت ثلاث محاور اللي غادي نناقشها، وهي السياق وأهمية هذا المشروع والنقاشات التي كانت يعني في قبل خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود مع الحوار الوطني حول إصلاح العدالة. والمحور الثاني يتعلق بملامسة مختلف النقاط والقضايا المثيرة للنقاش وللجدل في هذا المشروع. والمحور الثالث نريد أن نخرج بخلاصات حول كيفية الخروج من هذه الأزمة. نعلم أن هذا المشروع هو مر من مجلس النواب، والآن هو في الغرفة الثانية في مجلس المستشارين، ولا شك أن هذه المحطة ستكون يعني فرصة يعني بالنسبة، ويحضر معنا عدد من أعضاء مجلس المستشارين، سيكون فرصة في هذا النقاش أن يوضح عدد من القضايا في سياق تعديل هذا النص. أبدأ بالسؤال الأول مع الأستاذ مصطفى الرميد، ماذا يمكن أن تقول لنا بخصوص النقاشات أو الإرهاصات الأولى التي كانت حول سياق النقاش حول إصلاح مشروع قانون المسطرة المدنية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. شكرا لكم أستاذ عبد الحق، وشكرا للموقع المضيف، وأعتز بوجودي إلى جانب النقيبين الجليلين، النقيب الجامعي والنقيب الويباح، كذلك إلى جانب السيد رئيس الجهوي لنادي، أعتز أيضا جمعية هيئات المحامين والسادة النقباء والسادة القضاة والسادة البرلمانيين والسادة المحامين وكافة خير ونساء الإعلام. بالنسبة لهذا الموضوع الذي يتعلق بقانون المدنية في الأدبيات السياسية والقانونية، يتعلق بموضوع النجاعة القضائية، وردت في خطاب ملكي مشهور، وهو الخطاب الملكي لعيد 20 غشت 2009، حيث إن جلالة الملك تحدث عن الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضي من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة. يقول جلالة الملك: وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المصادر والرفع من جودة الأحكام والخدمات
وتسهيل ولوج المتقاضين إلى وتسريع هذه هي المهمة ديال المسطرة المدنية. مهمة المسطرة المدنية هي أن تحقق هاد المعطيات التي ركز عليها الخطاب الملك. بعد ذلك جاء دستور 2011. دستور 2011 لأول مرة يخص موضوع السلطة القضائية والقضاء بنصوص تفصل حقوق المتقاضين. ولذلك جاء مثلا الفصل 18 يتحدث عن حق أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون. الفصل 120 قال لكل شخص حق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، كما زاد النص حقوق الدفاع مضمونة في جميع المحاكم. إذن هذا أي هذه أيضا مقتضيات تستوجب إعادة النظر في المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وكافة القوانين التي تنظم الإجراءات لتكون متلائمة مع هذه الاختيارات ديال المملكة التي عبر عنها جلالة الملك وعبر عنها الدستور. لذلك لما تحملت المسؤولية قاربت الموضوع الإصلاح مقاربة تقوم على أساس إشراك كافة الفئات والهيئات، وأن يكون هناك حوار عميق وشامل، وأن تشرف عليه هيئة تتكون من كافة الهيئات والشخصيات المعنية. فكانت 40 شخصية يحضر معنا شخصيتان الآن، النقيب الجامعي والنقيب الشعبي. وكانت هناك حوارات امتدت على طول الوطن ولامست كل القضايا المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة. بمجرد ما انتهينا صدر ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي باركه جلالة الملك في عيد العرش سنة 2013. ميثاق إصلاح منظومة العدالة يتضمن 6 أهداف استراتيجية. الهدف الرابع يتعلق بالنجاح القضائي. وهذا الهدف يتكون من 46 هدف فرعي فيه تفاصيل كثيرة توجه المشرع إلى أن يقارب موضوع الإصلاح رصينة ومفكر فيها وهذا المقاربة اللي درنا الهدف منها هو أن لا يعتبر هذا الإصلاح هو إصلاح حكومة معينة أو شخص معين. قلنا أن هذا ينبغي أن يعتبر واحد الإصلاح ديال الدولة والمجتمع ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع. وكان أول قانون اللي عنده علاقة بالموضوع ديالنا هو القانون ديال التنظيم القضائي. للأسف ما تسماش قانون إطار، هو في حقيقة قانون إطار، له سمات القانون الإطار. لماذا؟ لأنه لا يدخل في التفاصيل ولكنه يؤطر قوانين ينبغي أن تصدر بعده. وفعلا هو الذي أطر قانون مشروع قانون المسطرة المدنية، وينبغي أيضا أن يؤطر مشروع قانون المسطرة الجنائية وما إلى ذلك. إذن في 2013 بدينا نشتغلوا على مشروع قانون المسطرة المدنية، مشروع قانون المسطرة الجنائية، التنظيم القضائي، وكذلك قانون التنظيمي ديال المجلس العسكري القضائي، قانون التنظيمي ديال نظام الأساسي للقضاة، وقوانين أخرى لا سبيل إلى يعني حصرها. بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو موضوع المسطرة المدنية، في 2012-13 كانت هناك لجنة داخلية تشتغل داخل وزارة العدل في الشؤون المدنية برئاسة الأستاذ إبراهيم الأيسر شفاه الله، وبمساعدة يعني الموظفين الكبار معه على مسودة، كما كانت مثلا الشؤون الجنائية تشتغل على مسودة الشؤون الجنائية القانون الجنائي والمسطرة إلى غير ذلك. ولكن هنا للشهادة أنا اتصلت وقبل أن أحضر إليكم باستاذ إبراهيم الأيسر لأستفسره عن يعني هل كان في تلك المرحلة قد استند ومن معه إلى عمل سابق. قال نعم، كان هناك عمل حتى في بدايات مما كان السيد ذكره الله بخير هو مسؤول الشؤون المدنية، وكان هناك يعني في عهد السي عبد الوهاب الراضي والسي محمد الناصري. لكن في 2013 فين كان فعلا العمل المؤسس والعمل الشامل
على خلاف ما كان سابقا. هنا نقول لكم باننا عددنا ماشي نسخه ماشي جوج، ما نقول لكم اكثر من 20 نسخه. لماذا؟ لانه كان حوار، وفي كل مره كنتقدموا وكنغيروا وكنزيدوا وكننقصوا الى غير ذلك. و هنا اشير الى انه تناوب على اعداد هذه المسوده مديرين، اولهم كان السي ابراهيم الايسر، من بعد السي محمد النميري، من بعد السي حسين القاسم، من بعد السي بن سالم اوديجا، ولكن ايضا السي بن نايل الحكيم لانه كان في واحد المرحله مدير تشريع. وهنا اذكر واحد الرجل اللي هو يعني الله، وهو عبد الوهاب المريني، الاستاذ عبد الوهاب المريني اشتغل بالطول والعرض غير هو والسي ابراهيم الايسر واحد المده طويله على هذا العمل. ودون ان انسى انني استدعيت من طرف احدى الهيئات لا اذكرها، ربما بعض القضاه او المحامين في القنيطره، واذا بي اكتشف رجلا ملما بالمسطره وهو الاستاذ الصقلي من هيئه القنيطره. ف يعني اتفقت معه على ان يواكب هذا العمل اللي نحن فيه ويشتغل مع سي المدير اوديجا. واذكر بانه حضر عنده ايام في اطار المراجعه لهذا النص. ثم طلبنا من جميع المحاكم أن تقوم بتنظيم ندوات في هذا الموضوع يحضرها جميع الفئات، وكان ذلك كذلك، وتمت يعني تقديم التوصيات. على مستوى الإدارة المركزية أخذنا هذه المسودة وجمعنا قضاة ومحامين النقباء وكتاب ضبط وأساتذة جامعيين ومن يمثل المفوض القضائيين ومن يمثل العدول ومن يمثل الخبراء، واشتغلنا أيام طويلة حتى استوت هذه المسودة على عودها، ومشينا عند الأمانة العامة وناقشنا. وأذكر أنه بقي واحد جوج مواد ثلاثة هما اللي كان فيهم الخلاف. فكما أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، أنا أيضا يعني كوزير أدركتني الولاية التشريعية، فطبعا لم أستطيع أن أفي بالتزاماتي اتفاق مع الحكومة لتقديم هذا المشروع على البرلمان. مصطفى، هذه المسودة هي اللي اليوم عرضت ولا مختلفة عنها؟ المسودة ها هي. المسودة اللي كانت في غشت 2015 ها هي. فهي الأساس لهذه المسودة. لهذا المشروع، لكن أشهد بأن أدخلت تحسينات جيدة. يبدو أنها أدخلت في عهد الأستاذ أوجار والأستاذ عبد القادر وكذلك في عهد الأستاذ وهبي. كاين هناك تحسينات جيدة، وأقول جيدة جدا، لكن للأسف تدخلت يد قلم مرتبك تدخل فأحدث ارتباكات في بعض الفصول ما كان لها أن تكون، وهي محدودة وأستطيع أن أحصيها. أنا وكان يمكن أن يصدر هذا المشروع ويصدر الارتباكات التي خلقت المشاكل. سي مصطفى، غادي نرجعوا لهذا. مرحبا. استاذ نقيب جامعي، يعني تابعنا مداخله السي استاذ الرميد، يعني تكلم على المسوده وكنت في لجنه الحوار الوطني حول اصلاح العداله. واش هذا النقاش وهذا الاشراك اللي كان ديال عدد من الفاعلين الهيئات القضائيه والمحامين، واش كان خصنا نوصلوا لهذه النتيجه اليوم انه هذا الاحتقان بسبب مشروع قانون المسطره المدنيه؟ شكرا اخي وصديقي سي عبد الحق، ومساء الخير سادتي النقباء، زملائي زميلتي الساده النواب حضور، وانا سعيد كذلك باش نكون مع زملائي الاستاذ مصطفى الرميد والاستاذ برجي والسيد نقيب. اعتذر له ان اخذت الكلمه قبل هكا، ما تدوزنيش من جهه ثانيه. طبعا لا يمكن إلا أن نقول بأن العمل الذي تم في إطار الهيئة العليا كان فيه دينامية وحيوية، وكان عبء يتحمله الوزير آنذاك زميلنا الأستاذ الرميد وكل مساعديه داخل وزارة العدل الذين كانوا بمثابة ليتاماجور ديال الهيئة واللي اشتغلوا بنفس. اشتغلنا كنا طبعا حتى الناس، لأنه الهيئة كان فيها 40 ديال الشخصيات، ولكن اكثرهم مؤسسات، جميع المؤسسات التي يمكن ان نفكر فيها كانت ممثله طبعا الى وزاره العدل.
وبعض الأطراف الأخرى منهم أشخاص جاءوا بدعواتهم أو ممثلين لبعض الهيئات المهنية بحال القضاة بحال الجمعيات هيئة المحامين التي ابتدأت العمل، ولكن نظرا لخلافات في التدبير وفي عدد من المفاهيم وفي عدد من المحطات غابت الجمعية، وهذاك تاريخ ربما يكون مدون لدى جمعية هيئة المحامين في إبان عمل السيد الرئيس آنذاك النقيب حسن وهبي. ابتدأنا بطرح السؤال طبعا من انطلاق التوجهات التي عبرت عنها الإرادة السياسية في 8 مايو. ما هي وضعية الحالية آنذاك للقضاء وللعدالة؟ كيف هي حال إدارة العدالة المحاكم؟ كيف هي حال الأوضاع الأخلاقية داخل الجسم العدالة من كل مكوناته؟ هل فعلا لنا القدرة أن نتقدم وطرح الإشكالات الحقيقية؟ وكيف نتصور المعالجة ديال الموضوع؟ كانت أسئلة حقيقة كبيرة جدا ربما لم نجيب عنها، ولكن حينما رسمت خارطة الطريق أو منهجية العمل قلنا بأنه ننطلق. طبعا هذا المنطلق الذي يمكن نقول بأنه هذا ليس بداية السير ديال التعديلات سواء في المسطرة 90 ولكن يا هذا الشيء تيزعجنا، هذه مراقبة تكنولوجية باش ما نهدرش، هذه السبب ديالها هو السيد الوزير الرميد. قلت كانت هناك معضلات متعددة كنا نعيشها وكان يعيش معنا القضاة والمحامين والرأي العام. التخليق كنا نشكو به جميعا. صعوبة الولوج للعدالة كنا نشكو به منه جميعا. تدبير القضايا داخل المحاكم، قلة ضعف المكونات البشرية، تعقيد بعض المساطير وعدم إيلاءها التأويلات الحقيقية، تضارب الجهات القضائية، الفساد، الرشوة، عدم وجود المسؤول الحقيقي الذي يمكن أن يتحمل المسؤولية في مواجهة هذه المعضلات ليسير العمل للقضاء وللقضاة والقاضيات داخل المحاكم ويسير العمل للمتقاضين. وهذا هو الذي جعل التقارير الدولية تحكم عنا وعلينا لأننا نحن في مرتبة غير مشرفة في مجال العدالة وعند مراكز تقويم العدالة والقضاء في العالم. نحن لم نكن في مراتب متقدمة. ولا أتذكر ولا أتحدث عن العهد الله يرحمه الحسن الثاني حينما خطبه المشهورة. ثانيا الوضع الحقوقي الذي كان مرتبط بالعدالة. لا ننسى ذلك. رغم القفزة الذي قلنا بأن سجل المغرب بعد 91 بعد الإفراج عن المعتقلين بعد تأسيس المجلس الوطني لحقوق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد عمل هيئة الإنسان المصلحة بعد كثير من الخطوات كنا كذلك في هذه المرحلة ديال 2012-2013 رغم هذا الحراك الذي سجلته حركة 20 فبراير وكان فعلا من الدواعي الأساسية التي خرجت في الخطب الملكية والتي مهدت إلى تأسيس الوثيقة الدستورية والتأسيس هذا المنظور المستقبلي للمغرب ما بعد 2011. هذه الأزمات كنا نشعر بها وطرحناها في الوسط ديال بما فيها قضاء العسكري. مثال ديال القضاء العسكري. هذه هي الظروف فجأة النقاش الذي كان ساخنا وغير يعني متسير لأنه كان نقاش معروف المستويات ديالو والمحاور ديالو. كان الإسهام للجميع والحضور للجميع هذا الحقيقة. ولذلك أقول بأنه هذا المسار الأول. ثانيا اليوم حينما نتحدث عن المسطرة المدنية نقول في أي سياق جات؟ أولا جات وكثير من القضايا التي جاءت في التقرير الختامي وفي الخلاصات ديالها لم تنزل إلى اليوم. حتى المسطرة المدنية ومسطرة الجنائية اللي جابها صديقنا النقيب الوزير بقات معلقة. مسطرة الجنائية الآن تسمع أنها راها في شي محل. مسطرة المدنية الآن راها متوقفة في مجلس المستشارين. المعهد العالي، المعهد تكوين المحامين مازال معلق. معهد تكوين ديال كتابة الضبط مازال معلق. كثير من القضايا التي وردت وسنأتي بعدها في علاج لا زالت معلقة. إذن هذا المعطى الأول. المعطى الأول هو أنه كثير من القضايا التي يمكن
أن تخرج لنا الطريق للمناقشة بشكل مفيد وللخروج بالخلاصات يعني وضع تصور للمستقبل واضح. المستقبل غير واضح في ظل الحالة التي لازلنا نعيشها، رغم أن المخرجات كانت واضحة كما قال الأستاذ مصطفى الرميد على أنه الهدف الاستراتيجي الثالث والرابع من سقط المدونة ما كانت، لكن الهدف الاستراتيجي الثالث تقريبا كل أنزل، جميع القضايا التي تتعلق بالسلطة القضائية أنزلت، لا القوانين الأساسية التنظيمية الشكل النيابة العامة، العلاقة بين وزارة النيابة العامة، المدونة الأخلاقيات، المعهد العالي للقضاء الذي أعيد تدبير نظامه وأصبح رئيس السلطة القضائية هو أو الرئيس المنتدب هو الرئيس المجلس الإداري له، القوانين الداخلية، لكن يبقى الأمر خطير والذي سنتحدث عليه مستقبلا هو التوجه اللي كان ليظهر لنا ولكن اليوم ظهر لنا. أولا التوجه ديال مجلس المنافسة الذي عقد ندوة مشتركة مع مجلس على السلطة القضائية 2022 وطرح المسائل القاسية الأساسية، قول لكم شنو هي طرح المسائل الأساسية وهي لا شنو هذا نقولوا فعلا هذه اللي عبأت بعض الجوانب من المشروع المسطرة المدنية. طرح مسألة المنافسة هي هذه الدورات التكوينية تمت في 2022 12 أكتوبر، طرحت هذه الندوة بحضور وفود من الاتحاد الأوروبي. أولا طرحت المسألة ديال الطعون وهي اللي جات في الكلمة ديال السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية في 2000 في هذه السنة، طرحت المسألة ديال تخليق المنظومة، طرحت المسألة ديال الدفاع هي اللي سنشوفوا اليوم تقليص دور الدفاع ضد المسطرة المدنية، طرح المشكلة ديال المنافسة الممارسة التنافسية هي اليوم اللي سنشوفوا بأنه من المحاماة موضوع فيها في قلب هذه التوجهات. إذن هذه المسطرة المدنية ما جاتش لأنه الهيئة العليا درسها في عدة مجالات وحنا درسناها، مازال تنذكر انا والنقيب الشبي مع الاستاذ ابراهيم اليسر معنا النقيب الله يرحمه بن زكور هنا تنذكروا فعلا في العمليه ديال قانون المهنة مثلا قانون المهنة. فاذا ما جاش هذا الشيء بعيد على التوجه العام الذي كان يحضر وفعل الرئيس السابق ديال مجلس المنافسه راه طرح مباشره وانا سمعته في التلفزيون مباشره واقترح على رئيس الجمعيه ان يكاتب رئيس هو السي بن عمور ياك بن عمور ياك عبد العالي طبق رئيس الجمعيه ووجه له رساله لانه طرح بالوضوح لانه المحامين ما يمكن لهمش يبداو يهضروا مع الاحتكار. الاحتكار ضد المنافسه ومنافي القانون المشروعيه. اذا كنا في محطه خطيره تتقاذفنا الاراء والتوجهات السياسيه، لان هذا الشيء كله تحكمه السياسه لا تحكمه الاهداف الحقيقيه ديال اصلاح العداله. واخيرا باش تعرفوا الموضوع الخطاب ديال السيد الرئيس المستدب للسلطه القضائيه في يناير 24 كما كان عليه السابق وهذا عنده الحق فيه انه يطرح وضعيه محكمه النقد لانه مسؤول على محكمه النقد، طرح المساله ديال الالاف القضايا التي تبث فيها محكمه النقد وقال هنا اتوجه للمشرع واتوجه للحكومه ان تراجع مقتضيات الماده 353 من القانون المسطره المدنيه. علاش؟ لان عندنا اكثر من 27% كلها ديال القضايا ديال عدم قبول يا كسيد قد كثير من القضايا ديال سقوط الطلب وما يصل الى النقد هي واحد كذا 20%. فقال بانه الان توجهت ولذلك تنقول النفح ديال المشروع ماشي ديال وزاره العدل طبعا اطور ديالها، وزاره الداخليه اطور ديالها، وزاره الماليه السلطه القضائيه. هنا تنقول بانه هل لنا ان ننتظر اليوم من مجلس المستشارين ان يتدخل فيما يتعلق بالتعديلات الحقيقيه ماشي التعديلات المرممه. ما نطلبوش من مجلس المستشارين اننا يعطي يدير لنا الخطر، خاصو يدير الخطر للاهداف الكبرى للمسطره اللي تاسس عليها المسطره في 1807 في فرنسا، تعدلت في 2007 بعد قرنين عاد تعدلت المسطره المدنيه في فرنسا التعديل الاخير
هناك تعديلات، ولكن 1807 حتى 2007 قرنين من العمل المسطره المدنيه، ولكن الاهداف ديالهم كانت واضحه، المرونه، السرعه، الفعاليه، وشطح حمايه حقوق المعتقدين. هذه هي النقاط الاساسيه الساخنه التي يمكن ان نقول هل هي غائبه او حاضره في مشروع القانون المسطره المدنيه. شكرا استاذ نقيب محترم. طبعا احنا مازال ما دخلناش في النقاط الاساسيه اللي فيها نقاش مهم اللي بغينا ندخلوا ليه. طبعا نعطي الكلمه للاستاذ نقيب عزيز الرويبح، وحنا كنتكلموا على السياق وحنا الجسم ديال المحامين مدى حضوره في اعداد هذه هذا المشروع بعدما كان هناك اشراك يعني في السابق. تفضل استاذ نقيب. اولا شكرا على الدعوه الكريمه من 24 سي بشقر عبد الحق، زميلاتي زملائي الحضور الكريم. في الواقع انا غادي نتكلم بشويه بناء على افكار اللي طرحها زميلاي الاستاذ رميد ولا الاستاذ عبد الرحيم الجامعي، وبالتالي السياق غادي يكون من منظوري الخاص، بما ان السياق سياقين، سياق عام وسياق خاص. وكان واحد الكلمه استاذي رميد بانه مسطره المدنيه كان واحد المشروع وهو جيد وفيه مقتضيات ايجابيه وفيه مكتسبات وفيه تحسين مكتسبات، ولكن في نفس الوقت تدخلت ايادي مرتبكه واربكت مشروع قانون المسطره المدنيه، ولا اقول ليس لم تربكه فقط بل زرعت فيه سما قاتلا كيف تيقولوا في لغه الاجتهاد في الدفع عدم دستوريه القوانين، انه القاضي الدستوري خصو يبحث على السم فين كاين في المقتضيات لازالتها، وبالتالي هذا السم القاتل كيجعل من كل ديك المقتضيات اللي كتبان لنا مهمه واساسيه هي مقتضيات غير ذات معنى بالمقارنه مع الاهداف المتوخاه من مشروع قانون المسطره المدنيه. السياق العام كنعرفوه جميعا، ولكن جزء منه واللي هو اساسي في المغرب هو اللي تكلم عليه الاستاذ رميد، وسمح لي كررت الاسم اكثر من مره لان الوقت اللي كيتذكر انا ما كنتش سياسي وما عمرني عرفت الدواليب ديال الحكومه وما عمرني دارت الدواليب ديال الوزاره، انا محامي ملي بديت. وكنسمعوا اسماء، اسماء اللي عطات في تلك القضاء وعطات في التشريع، وبالتالي كنخرج بواحد الخلاصه بسيطه جدا، هو التشريع هو ابداع وانتاج واجتهاد رجال اكثر منه اجتهاد وابداع مؤسسه. ربما هنا غنطرحوا المشكل بالعمق ديالو ومفهوم ديال الديمقراطيه والتشاركيه الى اخره، ولكن هذا هكا كان بمعنى مهم واساسي. اذا بغينا نقولوا بالخلاصه والاستنتاج ومفهوم المخالفه، الذي اربك هذا اربك مشروع قانون المسطره المدنيه هما رجال ايضا ينتمون ربما الى نفس الجهه، وانا غادي نوضح اكثر من بعد. اذا السياق العام الا بغينا نتذكروا عليه بسيط، السياق العام هو ان جينا بعد دستور 2011، جينا باحلام وبطموحات دوله الحق والقانون، وجينا ب فكرة استقلال السلطة القضائية وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وبدأت الدينامية اللي توجات بتوصية إصلاح مثلا إصلاح الوطني لمنظومة العدالة اللي كان فيه جهد كبير واللي عطى خلاصات واستراتيجية وأهداف، والنتيجة ديالو طبعا اللي غتجي من بعد هي استقلال السلطة القضائية وهي النيابة العامة كما نراها اليوم. مؤديات ذلك شنو هو؟ هذا هو السياق. السياق سنبداو من 2011. من قبل 2011 عهد اخر. من بعد 2011 بدينا في عهد اخر اللي المفروض فيه بمقتضى الدستور الروح ديالو السياق ديالو فجاه وديباجة ومتنا، المفروض اننا خصنا النقاش اللي كنذكروا الان هو نقاش ما قبل دستور 2011. وغادي نجي علاش. ما قبل دستور هذا النقاش الذي اللي كاين المعضلات اللي كاين اليوم هي تعود لزمان ماشي ربما حتى قبل 2011، ربما ما كناش نعانيو من المقتضيات اللي كاينه اليوم وغادي نتذكروا فيها من بعد. اذا السياق هذا سياق عام
هو الدستور، هو كاع هاد المسائل اللي تكلمت عليها، هو الحكومات المتعاقبه، هو الجهد اللي تبذل في تخليق القضاء، في تخليق منظومه العداله، في تصور جديد لمفهوم العداله، الخطابات ديال جلاله الملك مرتبطه به، كل هاد الامور. ولكن في نفس الوقت تلقاو بان النتيجه تلقاو فيها مشكل. ولكن انا غنستحضر السياق الخاص ايضا، راه ما يمكنش نفهموا زميلاتي زملائي الحضور الكريم ما وقع في مشروع قانون المسطره المدنيه الا ما شفناش السياق الخاص. انا نتكلم عليه، مشروع المسطره المدنيه هو اجوبه على اشكالات طرحت بناء على دراسات وعلى تقارير وعلى مواقف وعلى خطب. جزء كبير منها صدر على السيد رئيس المنتدى بالسلطه القضائيه وعلى التصور ديال رئاسه النيابه العامه، وان مشروع قانون المسطره المدنيه يجيب على الاشكاليات في نصوص معينه بناء على ما تم التركيز عليه في هذا المضمار. بمعنى اخر، ان التقارير والدراسات اللي تم اعداد ديالها تم تاويلها من طرف الفاعل السياسي وترجمتها بشكل لا علاقه له بالاهداف المرسومه، اذا كانت الاهداف المرسومه هي اللي في بالي. علاش؟ ملي كنجيو النجاعه القضائيه والاسراع في تصريف ومعالجه القضايا، راه كنتهموا المحامي والدفاع وحقوق الدفاع هي السبب. وإلا هضرتي مع اي واحد يقول لك بانه في واحد الجهه معينه، يقول بانه السبب ديال تراكم الملفات والقضايا وما تعوج به المحاكم من اشكاليات ومن قضايا ومن تراكمات ومن بطء ومن كذا، كله مرتبط بديك الاجال ومهله والى اخره. وبالتالي خصنا نواجهوا هذه الاشكالات، زائد الطعون، زائد الحق في اللجوء الى القضاء. وبالتالي بدل ما نشوفوا، بدل ما يكون اجتهاد في العمق ونقولوا باننا حنا في دوله اللي ما كاينش، انا اسمحوا لي، دوله من الدول القليله اللي نتقي الكاهل القضاه بالمئات ديال الملفات، وكنطلبوا منهم يحكموا في واحد الاجال ما يسمى اليوم بالاجال الاسترشاديه. ومشروع قانون المسطره المدنيه راه فيه جواب على الاجال الاسترشاديه، ماشي غير الاجال الاسترشاديه، على الزمن القضائي الاسترشادي تا هو. بمعنى انه تعطيل الزمن القضائي بمقتضى الملء والمساطر اللي كاينه والمقتضيات اللي هنا اللي كاينه في مشروع قانون المسطره المدنيه، فهذيك النصوص اللي هي 8 ولا 9 ولا 10 فيها جوج، من بعد غنرجعوا ليها باش ما نشوش على المنهجيه اللي طرح السياق الحق. اذا السياق الخاص راه ما يمكنش نعالجوه بدون وضوح، ما يمكنش نعالجوه من يشرع اليوم؟ من يشرع؟ من يعطي معلومات مغلوطة عن المحاماة وعن المحاكم؟ من يعطي صورة سيئة ويشيطن المحاماة ويعتبرنا وكأننا نحن هو السبب ديال المآسي اللي كاينة في المحاكم، في التأجيل كل ما ذكرت. وبالتالي هذا السياق الخاص خصنا نستحضروه، نكونوا فيه واضحين. بغيتو نعطيو نكون واضح أكثر؟ الان زيد وضح اكثر. نزيد نوضح، اكيد انا هنا باش نوضح، لانه عادي جدا، لانه هذه بلادنا وهذا مغربنا كارينوش، وحق مناقشته مازال ما محصوراش بالدستور، ما كاينش شي نص اللي كيقول لك الا بغيتي تدوي فيه خصك تكون من شي جهه معينه. الان الا بغينا نكونوا واضحين، نقولوا شكون اللي قاصدنا بالضبط؟ شكون اللي ماشي قاصدنا بالمفهوم السلبي وماشي بالمفهوم الايجابي، ولكن بدون احيانا بحسن نيه لا تراعي الطرف الاخر، باش نقولها بطريقه دبلوماسيه، بحسن نيه لا تراعي الجهه الاخرى اللي هي يعني المحامي. ملي كنتكلموا في السياق الخاص وغادي نجيو نشوفوا شكون اللي كيدافع على المشاريع القوانين داخل البرلمان اليوم، شكون اللي كيدافعوا بقوه، وشكون اللي كيشرعوا، وشكون اللي كيدافعوا بقوه داخل البرلمان، وفي داخل الفرق البرلمانيه وفي لجنه العدل والتشريع، من يدافع عن القوانين، عن هذا المشروع، هذه المشاريع، من يدافع عنها بقوه وبشراسه في الميدان، في الفعل، ماشي في التنظير وفي الخطب السياسيه، لا في الواقع العملي، من يدافع عنها؟ وحنا
نؤمن بأنه إحنا سعداء وانتشينا باستقلال السلطة القضائية وانتشينا ما عرفتش واش خاطئين كنا منتشين صحيح ولا خطأ بفصل رئاسة النيابة العامة على وزارة العدل. هذا الشيء كان مهم وأساسي وضروري، ولكن راه كاين الآن تموج ما بين السلطات، ماشي كاين تموج، وكاين تموج يفضي إلى زبد لا يليق بالتشريع في المغرب اليوم. شكون واضح بشكل واضح، لأنه نحن يؤلمنا ما يحاك ضدنا نحن كمحامين وكنقباء وكهيئات. وقانون المسطرة المدنية جزء مما نعتبره ضدنا في مقتضيات معينة. وهذه بلادنا وخصنا ندافعوا. هذاك المنطق اللي ولا ديال السلطة التقديرية للبرلمان ماشي مشكل. ولكن ماشي السلطة التقديرية بنقلها من حقل القانون الجنائي والجرائم والجنايات إلى السياسة. شنو نوضح؟ السلطة التقديرية في صلبي وفي العمل السياسي والعمل التشريعي هي التي محكومة ونطاقها ومناطها الدستور، ماشي القانا والمزاج والمعلومات الغير صحيحة. سلطة تقديرية تراعي مغرب اليوم، المحاماة بأبى وأبى من أبى وكره من كره. سنبقى في طليعة هذا المجتمع، في التخليق سنقوم بواجبنا ونقوم به. وبالتالي التصور اللي كاين، هاد النصوص اللي غنجي ليها، هاد السياق الخاص خصنا نذكروا فيه بوضوح، خصنا نذكروا فيه. وشكرا. يمكن خصو جلسة خاصة السياق الخاص استاذ نقيب. اكيد هي جلسة خاصة، هذه جلسة خاصة، هذه جلسة خاصة. اذا هاد الاشكال هو مطروح اليوم. التشاركية، انا اسمح لي طرحتي مسألة التشاركية. احنا لم تتم مشاركة هيئات المحامين ولا جمعية هيئات المحامين، مشاركة غير مشاركة لم تكن جدية، ولم يكن هناك إصغاء، ولم يكن هناك تفاعل. علاش؟ لأن لك الآخر يعتبر بأن ما تدافع عنه وعن المواطن وعن المحاكمة العادلة وعن حقوق الدفاع هو من منطلق المنطق الفئوي الخاصة، ومن أنه مصالح خاصة للمحامين. أعتقد لن تجد منطقة ولا منطقة تفاعل وتجاوب وتقاطع، لأنه المنطلق خطأ. وغنقول لك واحد المسألة باش مزيان، راه كاين مجموعة هاد المقتضيات هنايا راه لا تمس بالمحامي في الممارسة المهنية. حنا راه خدامين، وراه غلط اللي كيعتبر بأن هادشي راه كيمس بينا حنا محامين. مجموعة هاد المقتضيات راه تمس بالمواطن، وملي كنقولوها راه كنقولوها صادقين، ونرجعوا للنصوص من بعد، راه ما كتمسش بينا حنا. راه كاين مجموعة هاد النصوص اللي تم تعديلها من المشروع كيف كان وكيف ولا. بالعكس، هادي كتهم المغاربة البساط. والسياق للأسف هو سياق ديال نخبة سياسية اللي ربما الصيغة والطريقة والكيفية ديال ممارسة وتصور الفعل السياسي كيجعل بأنه المغرب من حقنا أننا نقسم المغرب إلى طبقات وإلى فئات، وبأنه التقسيم وهذه الطبقات لا تمس بالمغرب. هذا تصور، حنا كنقولوا بأنه التصور حشومة يكون في المغرب اليوم. شكرا أستاذ نقيب. بقلنا في هذا المحور الأستاذ عبدالله الكرجي، ورئيس مكتب جهوي نادي قضاة المغرب، وهو من موقعه يعني كقاضي وكفاعل في جمعية نادي قضاة المغرب، لا شك أنكم تقاربون وجهة نظركم من زاوية أخرى، يعني مشروع قانون المسطرة المدنية ومختلف المخاضات التي عرفوا في سياق إعداده. يعني كيف تابعتم هذا النقاش حول هذا المشروع أستاذ كرجي؟ تفضل. إذن بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. في البداية لابد أن أتقدم بالشكر الجزيل للجهة المقدمة موقع اليوم 24. الشكر أولا على الدعوة الكريمة، دعوة لحضور موضوع مهم طبيعة الحال أمام أعمدة للدفاع، السادة النقباء والسيد الوزير السابق للعدل. الدفاع بطبيعة الحال كما تعلمون كان دائما هو الرافع للحق والحريات،
ولكن أنا أتساءل وجه أنني محظوظ أنني تعطتني الكلمة أخيرا لأجمع أفكاري حتى أتحدث عن السياق ديال هذا مشروع القانون، على اعتبار أني كنت قد أعددت مداخلة حول تنفيذ الأحكام القضائية في مشروع القانون المسترع المدنية الحالي، أما أنني غير ذلك غير محظوظ على اعتبار أني سوف أتحدث بعدما تحدث الدفاع، وأنتم تعلمون أن مرافعة الدفاع هي مرافعة قوية جدا. بعد ذلك أقول أن الموضوع بطبيعة الحال له أهميته، لأن التساؤل الذي يطرح منذ البداية لماذا كل هذا التدافع وهذا النقاش حول قانون إجرائي فقط، هذا هو السؤال الذي يطرح. أقول منذ البداية أنه قانون إجرائي، والإجراء توأم الحق والحرية، بل أن هذا القانون الإجرائي هو أكسجين القاعدة القانونية الموضوعية، بل هو الأساس لقبول أي موضوع أو مطالب أو حق مطالب به، حتى لو كان صاحبه على حق، إذا فسد الإجراء فسد الموضوع. إذا الموضوع مهم جدا، وأشير منذ البداية أنني أحضر بصفتي الجمعوية عن نادي قضاة المغرب، طالما أن المادة الرابعة من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب يعني تضع ضمن الأهداف هذا النادي الدفاع عن حقوق المواطنين وأمنهم القضائي. من هذا المنطلق الصفة الجمعوية سأحاول أن أكون موضوعيا في الطرح، رغم أن الموضوعية صعبة جدا في هكذا مواضيع، لأننا كنبقى أننا مواطنين رغم أننا قضاة، يعني كتبقى الجانب الشخصي مهم جدا على الاعتبار أن الموضوعية في العلوم الاجتماعية صعبة جدا، فمجرد اختياري مثلا لموضوع التنفيذ هناك ذاتية، لأن كما يقول بيير بورديو أن العائق الابستيمولوجي ديال اختيار الموضوع أو ديال الموضوع في حد ذاته هو الإنسان، الإنسان يفكر له مصالح إلى غير ذلك. إذن حتى لا أطيل في هذا التقديم أعود للسؤال ديال السيد الرئيس هذه الندوة حول السياق، يعني بطبيعة الحال لا بد أن نتحدث عن سياق عام في المغرب اليوم، على اعتبار أن هناك متغيرات اقتصادية، متغيرات اجتماعية، متغيرات رقمية، متغيرات كذلك دستورية مرتبطة أساسا بدستورة مجموعة من الحقوق خاصة الحقوق المتعلقة بالبت في آجال معقولة، متغيرات مرتبطة باستقلال السلطة القضائية، وعموما بدستور 2011 على اعتبار أنه اعتبر دوما أنه يعني دستور للحقوق والحريات بشكل مكثف. هناك كذلك متغيرات مرتبطة بتوصيات الهيئة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة التي أتى لديك لها الأستاذ مصطفى الرميد مشكورا، كذلك تقريد النموذج التنموي الجديد الذي يعني أشار مباشرة إلى موطن الخلل هو البطء في البت في الأحكام، على اعتبار بطبيعة الحال كما قلت هناك متغيرات اجتماعية واقتصادية، زيادة عدد السكان ولا يوازيه بالضرورة زيادة في عدد القضاة. إذن كاين كذلك المحور الثالث من البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي نص على الرقمنة للرفع من النجاعة، بما يبقى معه هذا المشروع هو مشروع هدفه النجاعة، ولكن بالمفهوم الكمي، كمي للنجاعة. لماذا؟ لأن المغرب منخرط كباقي الدول فيما يسمى بالديمقراطية الإدارية، بمقتضيات التدبير العمومي الجديد الآتية من القطاع الخاص إلى القطاع العام، يعني بما يقتضي ذلك من تدبير مبني على النتائج ماشي على الوسائل، بما يقتضي من مؤشرات الأداء بمعطيات تقنية رقمية في جميع الإدارات. وهذا يعني حاول يعني المغرب يعني أنه يستعين بالرقمنة، وهذا ما يبدو طاغيا جدا من خلال المشروع قانون المسطرة المدنية هو مسألة الرقمنة، تبدو أنها واضحة بغض النظر على أنه أزال مجموعة من المساطر التي كانت تعتبر أنها في نظر المشرع، لأننا نحن نتحدث اليوم عن سياسة عمومية، من يضعها المشرع، تضعها الحكومة عن طريق البرلمان في صورة مشاريع قوانين، لأن السياسة العمومية فيها مجموعة من الإجراءات منها القوانين، المشرع يبدو له بأن
الإدارة بشكل عام أنها بطيئة، خدمة المواطن، هناك ما يسمى الديمقراطية الإدارية، هناك ما يسمى يعني هناك هيئات ناظمة للفعل الإداري تعطي الفعل الإداري بما فيه القضايا، تعطي مقترحات للدول من أجل يعني الرفع من النجاة وكحق للمرتفق وحق لحق المواطن ما يسمى بالبت في أجل معقول في المستوى القضائي. كانت هناك مجموعة من المشاريع في المغرب على المستوى الإداري الهدف منها تبسيط المصادر والإجراءات الإدارية خاصة القانون 55-19. كانت يعني على المستوى أتذكر على مستوى العدالة في يونيو 2020 كان المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة هدفه محكمة ذكية تجعل الذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن القضائي مع حماية حقوق الحريات. هذه كله أو مضمونه باختصار ثلاث أو أربع نقاط أساسية: تبسيط الإجراءات، تسهيل ولوج العدالة، نشر المعلومة القضائية، والتقاضي عن بعد. هذا على مستوى العدالة. المعلن عن طريق من مواضيع هذا المشروع أن الهدف منه منذ البداية تبسيط عدد كثير من المصادر والإجراءات اللي تتطلب وقت كثير، مسألة مسطرة القيم، التبليغ الإلكتروني، تحريك منصة المحامي، جعل التبليغ والتنفيذ بشكل إلكتروني مجموعة من المقتضيات. كذلك العنوان القانوني هو عمل البطاقة الوطنية خلال بلاتفورم ديالها، اعتماد منصة ديال التنفيذ لغير ذلك. السؤال المطروح، واش حنا مؤهلين؟ هذا هو السؤال. حنا نعطيكم تجربة مثلا بسيطة في فرنسا. تقرير ديال المدافع عن المواطن في فرنسا في 2019 إبان كورونا رصد مجموعة من المعيقات في فرنسا اللي هي فرنسا، معيقات مرتبطة أساسا حتى ما أسماه بالعائق السيكولوجي لمن المرتفق ولا المهني، وبالتالي أعطى إتاحة إمكانية يعني استخدام الوسائل التقليدية بدل الوسائل اللي هي الرقمنة إلى غير ذلك. مسألة تبين الإمكانيات حتى بالنسبة لنا نحن في المغرب، هذا الذي أشرت له المخطط التوجيهي ذهب إلى أن هناك مجموعة من نقاط ضعف، خاصة ضعف انخراط الفاعلين وعدم جاهزية بعض المصادر للتحول الرقمي والمخاطر من طبيعة الحال كما أشار هذا المخاطر الرقمي البطء من سرعة التشريع وضعف استيعاب إيجابية التحول الرقمي. وأنا آتي كنت يعني في إطار الطلعة ديالي كنت أطلع على تقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يعني ذهب الى نقاط اساسيه بخصوص التحول الرقمي، ان هناك عوائق حتى على مستوى التكوين التقنيين والمهندسين المتخصصين في المجال الرقمي، ان لازلنا متاخرين على دول مثلا مثل تركيا والعديد من الدول متاخرين جدا. لماذا؟ على مستوى تكوين المهندسين وتكوين التقنيين والتقرير النموذج التنموي الجديد اشار الى انه في افق 2035 يجب تكوين 150,000 من هاد التقنيين وهاد الاشخاص اللي هما على علم بالتقنيه حتى على مستوى المقاولات، مقاولات عندنا ديال المقاولات يعني الفاعله للمجال الرقمي يعني تعاني واحد الهشاشه، وبالتالي كيبقى ان يعني هناك المعلن وهناك المنجز. المعلن جيد جدا ولكن لا بد له من تربه، ويكون يعني اتوقف عند هذا ونغني النقاش بعد ذلك. استاذ كرجي شكرا جزيلا لك، الساده الحضور، الساده الاساتذه، بهذا نكون يعني استنفدنا الحديث حول السياق. السادة الحضور، السادة الأساتذة، بهذا نكون استنفدنا المحور الأول، وأود أن ننتقل إلى المحور الثاني، ولكي ندخل إلى صلب الموضوع، إلى النقط التي أثارت جدلا، وأنا حاولت أن أستجمع على الأقل أربع نقاط، وأنا أعرف أن هناك نقاط أخرى ذات لا تقل أهمية، ولكن هي فقط هذه النقاط طرحتها من أجل بدء النقاش، يمكن للسادة الأسداء إثارة أي نقطة أخرى. النقطة الأولى وتتعلق بما سماه يعني وزير العدل بمجابهة التقاضي بسوء نية أو التقاضي الكيدي، يعني في حالة الدعاوى التي تجابها يعني بعدم القبول يعني يمكن أن تفرض غرامة على المدعي. كان هذه النقطة يعني أثارت نقاش. النقطة الثانية تتعلق بما سمي بالوكيل القضائي، أنه هل هذا الوكيل أنه المدعي يمكنه أن يرفع الدعوى عن طريق محامي أو عن طريق وكيل أو عن طريق نفسه. بالنسبة للتنصيص على الوكيل يطرح سؤال، هل هذا الوكيل يغني عن المحامي ما وضعيته القانونية؟
النقطة الثالثة وتتعلق بالأحكام التي تقل عن 30,000 درهم والتي لا تقبل الاستئناف، والنقطة الرابعة وتتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية الطعن من أجل التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام دون أي تقيد بأجل للطعن. فهذه النقط الأربعة أود أن نبدأ. قلتم قبل قليل السيد الوزير السيد مصطفى الرميد أن هذا المشروع أو مشروع قانون المسطرة المدنية وفي مجمله يعني إيجابي واستلهم المسودة التي كانت في 2015، ولكن أن هناك أقلام مرتبكة يمكن أنها أضافت بعض النقاط التي أربكت هذا المشروع. هل هذه النقاط التي أشرت إليها ضمن النقاط التي أربكت هذا المشروع؟ شكراً سعد الحق. إلى حد ما لأن هذا المشروع مرة أخرى أؤكد بأنه جيد، لكن شابته شوائب أفسدت بعض مقتضياته، وأنا مؤمن أشد الإيمان أنه إذا حسنت النيات يمكن استدراك الخلل التشريعي الذي يعني خالط هذا النص، ويمكن للنص أن يتخلص منه. وطبعا كان هناك مستويات مختلفة، كان المستوى الأول هو واحد المجموعة اللي يمكن نقوله واحد ست خلال التسعة اللي هي شوية بالنسبة إلي كبيرة، والباقي يعني في مستوى يعني يمكن أن يخضع للتحسين والتجويد. ما يمكن أن يقال في هذا النص هو أن النص بدأ بناء يعني كما تركته بناء على يعني مشاورات وبناء على حوار وطني وبناء على آراء يعني المهنيين، لكن من بعد الوزير لما كيمشي يبغي أن المجلس الحكومي يوافق عليه كيخص عند المجلس على السلطة القضائية كما تقضي بذلك القوانين التنظيمية. ثانيا خاصو يمشي عند القطاعات الحكومية، هنا عاد يدي ويد القابلة، هنا يد الوزارة ويد ماشي قابلة، بزاف القابلات، وهذا هو اللي أثر نسبيا على النص. بالنسبة للموضوع المرتبط بالتقاضي الكيدي هذا حق، لكن الصياغة التي جاءت والتوسع جعل فيه كثير من الباطل. أنا أرى بأن كل حق يقابله واجب، وأن ممارسة الحق ينبغي أن لا يكون فيها تعسف، وينبغي أن نكون متأكدين أنه بقدر ما يمارس الناس حقوقهم في التقاضي بحسن نية يوجدهم أن يمارسوا ولذلك قانون المسطرة المدنية الحالي ينص على وجوب تقاضي بحسن نية، ولكن لا ينص على الجزاء، وكان هذا يعتبر نقصا في النص، ولذلك كان لابد أن يتم النص على جزاء معين بسبب الممارسة المنحرفة للتقاضي. المشكل ما هو؟ هو أن هذا الموضوع تم التوسع فيه من مما يمكن أن يكون الطرف المعني بالقضية هو المسؤول عنه، إلى غاية أن يتم يعني تغريم المواطن بغرامة تصل إلى 10 درهم بسبب دفع يتقدم به المحامي يكون مآله عدم القبول ويظهر أن فيه ما فيه. أنا إن كنت أتفق مع التغريم بالنسبة للتعسف في استعمال الحق، فإنني لا أؤمن مطلقا بالتغريم بسبب الدفع، وأعتبر أن هذا انحرافا جسيما في التشريع. أعطيكم مثالا، دابا مثلا شخص دفع بعدم القبول بواسطة محامي، هل إن الشخص الذي تم الدفع باسمه أي الطرف الذي تم الدفع باسمه، هل إن المحامي يرجع إليه لكي يعرض عليه تفاصيل الدفوع اللي هي تقنية وما إليها؟ هذا شيء لا يقع، لأن المهم المحامي أن يدافع عن موكله بالمعروف وبالطريقة الملائمة إلى غير ذلك.
لماذا إذن إذا تم تصريح بعدم القبول وتقدير بأن هذا الدفع متعسف يحمل صاحب القضية الطرف يعني المواطن يعني غرامة؟ هذا بعد لا تزيد وزن أخرى. إذا كنت أنا المحامي قد أخطأت، فلماذا ستحمل المواطن مسؤولية عملي أنا المحامي؟ ولا يمكن أيضا أنك تحملني أنا المحامي، لأنك ستحد من حقي وواجبي في ممارسة المهنة على الوجه المطلوب. إذن ينبغي أن نفرق. بالنسبة للطلبات أنا أقول نعم هناك ممارسة أحيانا منحرفة وينبغي أن يعاقب أصحابها معاقبة رمزية بغرامة معينة. أنا أعطيكم مثال، هذا النص نفسه جاء مثلا طعنوا بالزور على أساس إنكار خط اليد، إنكار التوقيع. أنا متفق ملي كيجي واحد السيد وكيقول لك هذا ماشي التوقيع ديالي، والمحكمة خاصها تصدر حكم تمهيدي، وخاصها تمشي دير بحث، وخاصها تمشي دير خبرة، وفي الأخير يتبين بأن هذا كذب وأن توقيع توقيعه. هذا راه أخذ من وقت المحكمة، هذا راه عطل العدالة، هذا راه تعسف في استعمال الحق. أنا بالنسبة لي خاصو يتعاقب. لكن لاحظوا كاين فرق، لما كيتعلق الأمر بوثيقة رسمية الموكل شك بأنها مزورة وطلب مني أن أطعن فيها بالزور، لماذا تعاقبه؟ هذه راه كان عارف، نفترض بأنه عارف بأنه موقعش، بأنه ثبت أن التوقيع ليس توقيعه، فيمكن أن نعاقبه بالغرامة. لكن هذه وثيقة اللي هي وثيقة رسمية ديال واحد الإدارة، تصور يعني المعني بالأمر بأنها راهي غير صحيحة وبأنها مزورة فطعن فيها بالزور، لماذا تعاقبه؟ هذا انحراف تشريعي جسيم. لذلك أقول هناك شيء من الحق وهناك شيء من الباطل، ينبغي إعادة مقاربة هذا الموضوع، واحد المقاربة اللي هي معقولة. أن تخاصم قاضي، تصور أنك تمشي تجرح واحد القاضي ياك، وتصور جرح قاضي وفي الأخر يتبين بأنك شيء فقط من أجل كسب وقت، من أجل أنك يعني تدير شوية ديال البروباغاندا وشوية ديال البزغ، هذا منكر خصك تعاقب. لماذا؟ لأنه إذا ثبت بأن هذاك التجريح صحيح، العاقب هذاك القاضي خصو يتعاقب. لماذا؟ لأنه لم يجرح نفسه، راه خصو يتعاقب هذاك القاضي لأنه لم يجرح نفسه وانتظر حتى تم تجريحه. إذن هي إما فك ولا فيه. إذن ينبغي أن تستعمل يعني ما بيدك وما أعطاك المشرع من إمكانيات الدفوعات والطعود، يعني يكون داك الشيء مرشد. ولكن التوسع الذي جاء في هذا المشروع صراحة فيه انحراف جسيم جدا عن مقتضيات العدالة، ينبغي وضعه الحمد لله. أما موضوع الوكيل، اسمحوا لي هذاك الموضوع لا يطرح أي شيء، أي مشكل. حيت أشنا هو الموكل؟ شكون هو الموكل بين قوسين؟ الموكل هو واحد دائرة ديال العائلة محدودة جدا. وفي ماذا يمكن توكيل يعني الموكل؟ في مال المواطن الحق في التقاضي فيه. بمعنى اولا خاصنا نستبعدوا بان الشركات والمؤسسات كذا ما عندهاش حق انها تدير وكيل، هذيك كدير ممتنه. حنا كنتكلموا على الاشخاص الطبيعيين، اشخاص طبيعيين خاصو دائره ضيقه ياك، وفيما يملكه هو ان يدافع عليه بصفته شخص طبيعي. ولكن ما الذي يفيد بان الشخص الشركات يعني ما يمكنش يديروا الوكيل؟ لا، لان الاقارب ها هو الماده سميتها المادة 79، المادة 79 حددت من يكون وكيل، وقالت هي المادة 33 الآن نجبدها لك، هي المادة 79 كتقول ما يلي الشركة ما عندهاش أزواج 79 لا يمكن أن يكون وكيل الأطراف إلا من كان زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع الدرجة الثانية من الشركة. ولا لا رام ولا راه ما عندهاش أقارب. إذن الأقارب ما مطروحينش بالنسبة للمؤسسات، مطروحين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. والأشخاص الطبيعيين لا يمكن أن يمنحوا توكيل إلا فيما يملكون فيه هم أنفسهم يعني ممارسة حق التقاضي فيه. إذن يمكن يكون فاش، خاصة نكون واضحين، فيما نصت عليه المادة 32 من قانون مهنة المحاماة.
وقانون مهنة المحاماة لا يعطي الأشخاص لكي يعني يترافع أنفسهم إلا في القضايا اللي هي كتدور ابتدائيا وانتهائيا. ابتدائيا وانتهائيا مشات حتى 30,000 درهم، أنا كنقول كثيرة شوية، ما كاين باس، حنا كنقولوا 30,000 درهم ياك. وفي قضايا النفقة وفي تصريح بالحال المدني، يعني مسائل محدودة جدا، هذه هي التي يمكن أن توكل فيها. إذن أين هو المشكل؟ الوكيل، الوكيل لا يطرح المشكل، خاصك تناقش الأصل، هو ماذا يمكن للشخص أن يدافع فيه. وهنا اللي زاد هو أننا كنا في القانون هنا كان داك الشيء محصور 5,000 درهم، الآن وصلنا 30,000 درهم، وهذه قصة أخرى. نعم أستاذ نقيب طحين الجامعي، يعني كيف تتفاعلون مع هذه النقط الأربعة التي أثرت قبل قليل؟ أنا طبعا لا أتفق مع بعض ما جاء في طرح الأستاذ الرميد، لا أتفق. ثانيا أنه لا يمكن أن نعالج هذا الموضوع معالجة سطحية، وكيل ما وكيل، تمثيل ما تمثيل، لا لا لا. ما هي أهداف العدالة وما هي أهداف المسطرة؟ اتفقنا أن المسطرة هي 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 طريق السيار والعدالة، هي المنهج الذي يوصلني إلى هدفي وهو الدفاع عن حقي ومصالحي وحريتي أمام القضاء. إذا كانت هذه الطريق سهلة ليست بها منعرجات خطيرة ولا حفار ولا حواجز ولا ألغام، ربما سأكون محظوظ في بلدي أن أصل إلى حقي، وربما سيكون القاضي أكثر قناعة لأنه سيصل إلى فصل في النزاع بدون عراقيل وبدون أن يشعر بأنه لا يحقق المساواة أمامه. هذا هو، نحن نريد أن ندخل في لعبات مسطرية جديدة، ما نبقاوش نتروعوا مع الحالات الخاصة، هذا سيء النية، هذا لسيء النية الخصم ديالو غادي يمشي يدعي في المدني يقول بأنني قاضيتني وصدر الحكم برأيتي وصدر الحكم بعدم قبول الدعوة، أنا أطلب منك التعويض، ها المصاريف، ها الضرر المعنوي، ها الضرر العائلة ديالي، أنا مشيت ولدي مع المستشفى، جبتيني للجلسة، جبتيني للتحقيق، جبتيني لتحقيق الخطوط، كثير من القضايا التي يمكن أن تثار. ويمكن أن نضمن حقوق الطرف الضعيف والطرف المتضرر بكل الوسائل ديالي. كنمشيو للاستعجالي. يمكن نديروا لجنة خاصة على مستوى السلطة القضائية أن تبث في الضرر الذي حاقق لاحق بالمتقاضي سيء النية، بحال فرنسا الناس اللي تتحكم بعد الحراسة النظرية وبعد السجن تتمشي شي المحكمة تتقاضي النيابة العامة وتقاضي الخصوم، تتمشي لواحد اللجنة اللي تتعوضني على الخسارات الحرية ديالي اللي قضيت في الحراسة النظرية أو في الاعتقال الاحتياطي وتمت براءتي. إذا تخصنا ندعو، نحن في حاجة إلى عدالة مبدعة. طيب معنى انه المحكمه ما تدخلش في المساله ديال التقاضي الكيدي، يعني حينما قضيه تدخل في حدود الدعوه اللي مطروحه امامه بالقبول او الرفض بجرح التحقيق باسم الاطراف، عند واحد السلطه كبيره القاضي، ما بقاوش الاطراف هم مالكين الدعوه، ليصبح القاضي في المشروع عنده مدخل، تيمكن ينبه، تيمكن يثير، تيمكن يعني يثير امور اخرى ذات طبيعه النظام العام من تلقاء نفسه، اللي ما يقدرش ذاك الوكيل من الاب والاب وجد الى اخره انه يثيرها. هاو يحضر ذاك الوكيل مع محامي منتبه ونبيه وبدا يقول له الحقوق العينيه، يقول له بان الزور، يقول له التقادم، هذاك الشخص ما عندوش هذه الملكه باش يفهم هذا، يعني معناه انه لن يكون هناك مساواه امام القاضي. قاضي واحد عنده محامي، واحد عنده وكيل، وكلاهما له براعه في ميدانه. يمكن ذاك الوكيل عنده براعه في المجال ديال النظر مثلا الهواء والمناخ، والمحامي ولكن عنده براعه مسطريه، والقاضي يحتاج الى المسطره. ويبقى تقييم الحق وتقييم النص موضوع التطبيق يبقى له هو، ولكن المسطره هي التي يمكن ان تصل. ولذلك اقول بانه اليوم نحن في حاجه الى وضوح مسطري، اما المسطره لانها نديروها سيف عقاب، هذا اختيار، هذا توجه، بحال توجه المجلس على السلطه القضائيه اللي تقول سئمت آلاف القضايا اللي تطرحوا على عاتق المستشارين، وفعلا لا ينكرها أحد، كان كثرة، لكن أنا كتبت واحد مرة رئيس المجلس الوطني، قلت له الإصلاح يجب أن يكون داخل المجلس ماشي خارج المجلس الأعلى، داخل المجلس الأعلى. كانوا القضاة اللي هما 100 120 200 قاضي في المحكمة ما بقاش كافية، المجلس الأعلى أصبح واحد المؤسسة قدم ميلة يهم المغاربة كلهم،
هالنقطة الأولى ما كاينش العدد. ثانيا الميزانية تكون في المجلس على ميزانية متخصصة خاصة، ما بقاش وزير يعطي الميزانية للوزارة المجلس على ياك السي. ثالثا نستكسيو كل ما له علاقة بالنجاح على القضايا، كل ما له علاقة بالمجلس على السلطة القضايا، كما قلت كل شيء هي المؤسسة الوحيدة التي فعلا سطرت قواعد العمل حتى المعنوية حتى الأخلاقية. وأكبر ما شاء هو اللي شفنا في 2024 أنه ترقية في درجة مستوى خارج المستويات أكثر من 1000 ديال الصدر، ويستحقون ذلك الذين يشتغلون تخصهم يستحقوا، يعني القضاة تخصهم يشتغلوا بهدوء باش نقطعوا الدبير ديال الفساد وتعلقات. النقطة الثانية، لا يمكن أن نقبل عدالة بحال اللي تقول المجلس الاقتصادي والاجتماعي تيدافعوا على ذاك الميزة صنع بالمغرب، هذه مزيان في الاستثمار تحفيز الاستثمار إلى آخره، ولكن في القضاء ما نقولوش هذا عدالة صنعت في المغرب. لا، ما عندناش عدالة مغربية مغربية قحة، ما عندناش السيادة في العدالة، عندنا القيم بالعدالة الدولية. المجانية ما معناها؟ ما معنى المجانية؟ حنا في مسطرة ضربات المجانية. ما معنى المساواة؟ مسطرة ضربات المساواة. ماذا يدخلون؟ ما هو دخل وزير العدل في المسطرة المدنية؟ وزير العدل سيدخل في المسطرة المدنية يقول بأنه يمكنه هو الوكيل العام بجوج. إذا تناقشوا الوكيل العام واش عنده الحق؟ اليوم غادي نتقلص بسمحي عفوا لا لا ما يمكنش. لا ما يمكنش. أنا تشدك تشدك أنا تشدك. ها هيك وزير العدل شو بينه وبين لا ما كانش نبروها ان تبقى لا مثلا كاين ولكن ما تبقاش خصها تبقى. وزير العدل فصنا فصلق قضيته مع القضاء، كيفاش يشيل؟ كيفاش يكون سلطته بحال سلطة الوكيل العام؟ تنقول الوكيل العام مسكين نذكرو، ولكن هو ايه؟ ما معنى انه وزير العدل يكون عنده موقع قدم داخل المسطرة المدنية؟ شرح هذه المسألة أستاذ نقيب، شرح هذه المسألة أستاذ نقيب. أنا شرحها. شرحها مزيان. شرحت أنت. تعاملوا أنا وياك. عندنا شيء متفقين أن يكون، هذه النقطة يمكن متفقين أنا وياك. ولكن إذا كنت وزير العدل، غادي نقول لك لا. ها هو دابا عن ياسمين. يمكن الوزير العدل والوكيل العام أن يحيل إلى المحكمة المقررة إذا كان تجاوز فيها القضاة سلطتهم. هذا هو الشطط من سبب النقد ياك. والسلطة اللي كانت عند وزير العدل أنه يأمر وكيل العام بالتعليق في القرارات أصبحت عند وكيل العام. إذا يجب إجماع السلطة الوكيل العام ووزير العدل، كيف يجمعوا السلطتين في حين أنه أمس حينما كان وزير العدل هو وزير العدل كان يدير طلب للوكيل العام تقول له تنطلب منك الطعن، اليوم أصبحنا بالوكيل مدى 408. ثالث 411 سيد الوزير، هي حالة من أجل المس بالعمومية. وزير العدل ما هو شي وزير الداخلية، يمكن نقول وزير الداخلية طلب من الوكيل العام نهضرو، أما وزير العدل ما عنده حق باش يطلب الإحالة من أجل الإحالة من أجل المساس أو المس بالأمن العمومي، وهذا من قبل وزير العدل بوحده. اتونسيون حتى الوكيل العام ما يمكن له شيء. وزير الداخلية يمكن له. لا وزير الداخلية ما يمكن له شيء. الناس يعطي الوزير العام. لا سمح لي الحكومة ما كاينش تضامن. حتى الوكيل العام حتى هو متضامن مع الحكومة، حتى هو رجع تابع للحكومة. لا ما نخلطوش هذا السيد الوزير. لا 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 لا. لا لا التضامن في الحكومة تضامن سياسي. حنا في المسطرة القضائية. المسطرة القضائية نعطيو حتى رئيس الجمعية حتى هو يحيل المحكمة. حنا في التضامن، حنا نضامن مع الحكومة. لا هذا منطق، هذا مرفوض في مجال الداخلية. أنه يجب أن نبحث عن عدالة التي تيسر الأمن وتضمن الأمن القانوني والقضائي، أن تيسر الوصول إلى أن تطبق المساواة ماشي التمييز. هذا تمييز واضح. هذا إعادة دخول وزير العدل بعد أن سحبت منه كل الصلاحية ديالو وسلمت للجهات القضائية.
ثالثا المادة 83 فني المستوى، لماذا المساواة منعدمة حينما تكون الدولة طرف أو الجماعات أو شي جهة من الجهات التي يمكن تكون عندها؟ متفق معي أول مرة. هذا موضوع ديال الطعن من أجل تصريح بطلان الحكم كتقصد ديالك؟ لا، إيقاف تنفيذ. إيقاف تنفيذ مع طبعا زيد مازال عندي شي إذا كان ممكن تفعل نعاود نرجعو استاذ نقيب، بغيت نوقف معك، غادي نتكلم على جميع النقاط اللي تكلموا عليها الاساتذه، ولكن هذه النقطه المتعلقه بمنح النيابه العامه صلاحيه الطعن من اجل تصريح بطلان الحكم المخالف للنظام العام، يعني كانت اثارت جدل في لجنه العدل والتشريع في مجلس النواب وصحبت يعني باجماع جميع الفرق ثم عادت، ولكن في الجلسه العامه رجعوها مع بعض التعديلات، ولكن رجعوها كما كانت تقريبا، يعني فكيفاش يمكن تبعنا؟ نعم تفضل استاذنا. غادي نرجع للسؤال، ولكن ضروري من المقدمه، المشكل راه مشكل سياسي ومشكل دستوري ومؤديات ونتائج هي اللي ما نناقش، يعني قرينا في العلوم السياسيه الطبقة الحاكمة تدافع عن ذاتها وعن رأس مال يدافع عن ذاته، والقانون هو انعكاس الإرادة السياسية، وبالتالي ملي كنجيو لمشروع قانون المسطرة المدنية هو يعكس بوضوح هذا المنحى وهذا البعد اللي كيف قلت قبيلة اللي فيه روح اللي ما عندها علاقة بالمغرب اليوم وكيف كنبغيه وكيف كنحلموا به. ملي كنجيو للمسطره المدنيه في بعض الى سمعتيني فيما يتعلق بالتمثيل راه مطلق، راه ماشي غير اقاربه، لانه نص قانوني واضح تيقول بانه الاطراف يمثلون المحامي، ولكن للمحكمه ان تاذن بمن يمثله في الجلسه، تقدر تختار المحكمه اذن يمكن ما عرفتش الفصل القضاء 314 يمكن للأطراف أن يمثلوا من طرف محام، يمكن أيضا تمثيلهم في حالة تعذر الحضور الشخصي بمقتضى إذن من المحكمة، هذا إذن من المحكمة ممكن تفهم على أساس أنها على إطلاقيتها. إذا سمحتوا لي دابا هذا التشريع هذا النصوص اللي قلت بأنها فيها معقة ومربكة لمشروع قانون المسطرة المدنية بمن تتعلق؟ تتعلق بالفئات الهشة في المجتمع، هذا مشكل ما غيعاونيش منه فئات أخرى، هادو غيعانيو منه، وأنا غنقول أنا راه ما كنظن بأنه الحركة النسائية راه غادا تكون متألمة من بعض المقتضيات أكثر من جهة أخرى، وبالتالي غيوليو مجموعة القضايا ومجموعة الملفات بالمنطلق ديال معاقبة المتقاضي في حالة التقاضي بسوء نية راه غتصب على الملفات اللي بسيطة، وبالتالي غتوليو وانا كنتعاطف من هذا الباب من خلال هذا المشاكل اللي كاينة في المسطرة المدنية، انا افكر في مصير القضايا ديال النساء اللي جاية في المستقبل واللي هي بسيطة واللي ما كنفكروش فيها، اللي مشروع المسطرة المدنية تيضربها في العمق، واللي هي الآلاف اللي كاينة على مستوى المحاكم، اللي كنقولوا للقاضي كنعطيو أنها في حالة راه جات في المداخلة الأستاذ رميد عدم قبول الدفع يترتب عنه الجزاء غرامة ما بين 5000 و 10000 درهم، الدفع ماشي تا الدواء، الدفع، وإذا كانوا دفوع، وإذا كان أكثر من دفع، إذا كانوا 5 ديال الدفوعات، هو بقاضي على 5000 درهم ويحط 100000 درهم، إلا بغينا نديروا هذا القانون، تيتذكر على الدفع، ولكن إذا كان أكثر من الدفع، وشنا هو الإبداع ديال المحامي، وعلاش غنديروا هذه الفتنة ما بين القاضي والمحامي والمواطن؟ بمعنى الان انه المحامي غيكون عنده اختيارين، غيكون امام جوج ديال السيناريوهات، اما انه يقوم بالواجب ديالو بحريه وبتلقائيه ويثير الدفوع التي يبديع ويعتبر بانها ممكن ان تقنع القاضي، وبالتالي غادي يغامر بالموكيل ديالو، وبالتالي غيكون ملزم ولا مجبر باش يقول لي اخي هاد الدفوعات اللي غنديرو وقع لي عليها،
وقع لي بانك تقبل هذا الدفوار وغيقحم هذا والا غيحمل المسؤوليه ديالو هو. ثم القاضي بالله عليكم واش القاضي والقضيه ديال عدم قبول الدفع راه ما عرفناش واش وصل من بعد الحكم ولا اثناء سريان الدعوه. يمكن يكون عدم قبول الدفع اثناء سريان الدعوه، تقدر تكون دفوه شكليه اللي يشوفها القاضي بان المنطقه ديال النص راه ما غيتسناش يصدر الحكم. كيفاش؟ ومساله اخرى راه ما مرتبطاش غير بالمدعي، راه النص كيساوي ما بين المدعي والمدعي عليه، حتى المدعي عليه مقتضى النص تيقول كل متمسك بهذا الدفع اذا كان يهدف المماطله والتسويف الى اخره يعاقب بالغرض، بمعنى كل من تمسك يقدر يكون المدعي يقدر يكون المدعي عليه. اذا راه غنديروا فتنه ما بين هاد الاطراف الثلاث. انا غير اتساءل، بغيت غير نعرف منين التجربه استقاوها، منين دوله، منين اجتهاد قضائي. ياك عندنا تراث في الاجتهاد القضائي على مستوى محكمه النقد وعلى مستوى مختلف المحاكم، منين التجربه جابوها؟ شكون هذا اللي فاق الصباح بكري وجاتو هذه الفكره الكبيره باش غادي نحدوا من اللجوء الى القضاء وهذاك اللجوء المنير المستنير الامن الى القضاء نحدوا منه ونخليوا الناس تولي راه المسطره المدنيه نفس الخمسه يتحدث عن حسن النيه، بمعنى انه كيجعل من تقاضي ان الاصل هو حسن النيه في مشروع قانون المسطره الحاليه، الاصل هو سوء النيه، هو اشتباه مطلق في المتقاضي، وكأن المغاربة كلهم يلجؤون إلى القضاء بسوء النية، وخاصة المغاربة اللي كنتذكر عليهم. مسألة أخرى، عطاونا شي دراسة قالوا لنا شحال ديال المغاربة كيتقاضوا بسوء النية. يكي القانون الحكومات يقول بأن كتقوم على دراسات الجدوى والدراسة ديال القوانين والإحصائيات والدراسات، والآن كاين أموال، كاين أموال من ماشي اموال طائله تسدى من اجل الدراسات. واش عندنا شي دراسه اللي كيقولوا المغاربه ولا كيتهمونا غير هكاك اللي كتقول بان انا عندي تقريبا 35 عام الميلاد وقيل شي ملف واحد اللي كان فيه مواطن دعا مواطن على التقاضي بسوء النيه، واعتقد زملاء كلهم غيكون هذه المساله المغاربه قليل فين كيدعوا على سوء النيه. اذا اقحام القاضي في مشكل في وسط الطريق يزيد يفقد الثقه في القضاء. غنجعلوا من القضاء طرف في الخصومه، وهذا طبعا يتنافى مع مساله ديال اسمح لي ديال النيابه العامه والمحقه. ما بغيتش، كاين بزاف ديال حقوق الدفاع، انا عطيت غير النموذج الاكثر قوه واللي اكثر من اما التصريح بعدم قبول الدعوه وترتيب الاثار القانوني عليها. هذا مساله راك مسألة ديال النيابة العامة كاين واحد الخيط ناضم خصنا نستحضروه. النيابة العامة في مشروع قانون المسطرة المدنية عندها واحد المكانة ولا استثنائية. كاين هذا التصريح اللي كيطرح الخطير في التصريح، فأنه النيابة العامة وبدون تقيد بأجل أنها توا كانت طرف لو تكون غير طرف الدعوة أنها ممكن تقدم طلب ديال التصريح ببطلان الحكم بدون أجل. عاوتاني اشتباه في القاضي واشتباه في المحامي، ومن بعد الوفاه ديالو ما يبقاش عندهم حتى الحق في الدفاع. قدر 30 عام ثم النظام العام، الخطوره شنو هو؟ دابا حنا نقولوا بان دابا حنا في مناخ ديمقراطي ولا في مناخ غير ديمقراطي؟ دابا نديروا بوزل، جينا من بعد واحد 30 عام نقدروا نكونوا اكثر ديمقراطيه، نقدروا نكونوا اقل ديمقراطيه، نقدروا نكونوا مسلمين اكثر، نقدروا نكونوا مسلمين اقل. بمعنى مفهوم النظام العام راه متموج، ماشي كل ما هو اليوم نظام عام من 20 عام غيبقى نظام عام، غيتحول ذاك النظام العام. النيابه العامه دابا نذكروا في النظري، ولكن راه عنده ضروره تطبيقيه. وقتاش غادي تقاس النظام العام؟ واش غنقولوا بانه هذا الحكم اللي صدر كان مخالف للنظام العام؟ ولا ملي غيجي هذاك السيد الوكيل العام في ديك اللحظه غيقول بانه الان اصبح غير مخالف للنظام العام؟ واش من طريق واش من عبره بالزمن القضائي فاش صدر الحكم، ولا بالزمن السياسي ولا القضائي اللي ولا فيه ذاك المسؤول؟ بالتالي هذا اشكال مطروح. هما منين نقلوها؟ هي كاينه ومهمه واساسيه، ولكن ما عندهاش قيود وشروط اللي تجعل منها
ممكن هي ممكنه، وكاين حالات اللي خص السيد وكيل العام يتدخل ويطلب البطلان ديالها، ولكن صيغه باش جا النص صيغه مطاطه وسيئه وسيئه. اما كاين حالات، وإلا باقي كتذكروا فرنسا كانت حاله مؤخرا هذه واحد قل من سنه كانت حاله اللي دخلت فيها وزيره العدل لان هي من النيابه العامه وطعنات في الحكم لانه اعتبروا لانهم هما شي واحد تزوج بوحده، واخا نقول تزوج بوحده، ومن بين الشروط اللي دار معها في العقد انها خصها تكون بكر. ملي دخل بها لقاها ماشي بكر، طعنوا القضاء حكم لصالحه وفرنسا نابت. قالت ما يمكنش ترجعوا بنا للزمان ديال الخرور الوسطاوي واللي في عقد الزواج البنت خصها تكون بكر، ودار الضجه والطعنات دخلت وزيره العدل وطعنات خصيفتها لانه هذاك مخالف للنظام العام الفرنسي. اذا قيام الجمهوريه الخامسه، قيام الجمهوريه الخامسه وقيام الثوره الفرنسيه وقيام حقوق الانسان في فرنسا. هاد ممكن حتى حنا يكونوا عندنا حالات بحال هذه غدا نقدر نتلاشوا شي جوج شواد مثلا، ممكن توقع شي فلته قضائيه ولا قانونيه ولا شي قاضي اللي باغي يحكم اليوم مثلا ودار طريقه ماتي. اذا خص القيود والشروط على النص ما خصوش يكون باطلاقيته، لانه الا كتبقى باطلاقيته فيه مس بحجيات القضاء، فيه مس بالاشتباه بالقضاء بالمواطن بكذا. ثم مساله اخرى خصو يكون مرتبط بطبيعه القضايا، خصو يكون ايضا مرتبط بالقضايا، ماشي كل القضايا هي مرتبطه بالنظام العام، كاين قضايا اللي ما مرتبطاش بالنظام العام، ولكن لا بغيتي تدخلها بالنظام العام بمنطق سياسي ومنطق اللحظه تيمكن. اذا هاد المطاطيه وهاد الشكل باش ورد النص اسمح لي راه ماشي غير هاد النص اللي كاين ديال اللي كيتعلق بال، راه كاين مساله اخرى ملي كطعن مواطن على ديك المساواه. ما غنعكرش اللي قالوا زملائي، غادي نمشي غير لبعض العناصر اللي ما ذكروهاش. ملي كطعن النيابه العامه بالنقد تيكس انه كيتم اشعارها في حاله يتعين اشعارها اذا ما كان المقال به خلل، يتعين اشعارها لاصلاح الشيء اللي ما مخولش للمواطن. اسمحوا لي كاين فصل ها هذا يتعين، تيقول النيابه العامه ما تيقولش المؤسسه. اسمح لي استاذي العزيز، النص يتحدث عن النيابه العامه. ما عرفتش فين تلفتوا، ولكن غادي نلقى على اي النيابه العامه يتعين إشعارها في حالة وجود نقص يتعلق بطلبها في 377 قيتو قدامي كاينش فيه المواطن. في حالة الطعن بالنقد المقدم من طرف النيابة العامة يتعين إنذارها بإتمام البيانات الناقصة. المواطن أنا إذا كان مزيان نعرفها مزيان. لا أنا ما عمرو ما عيطوني الناظر هنا عدم القبول. راك شفتي شحال ديال عدم القبول كيتحكم دابا اشمل الفصل اللي سمعت مزيان. اذا 377 في حاله الطعن. اذا هاد الاختصاصات ديال النيابه العامه اللي في اكثر من منحه وخاصه الفصل 17، الفصل 17 مزيان كيفاش مشى ورجع؟ راه ما كايناش شي راه ما كايناش ملي كتكون مجلس النواب ملي كنقولوا مجلس النواب وملي كنقولوا المشرع في دول اخرى راه كلمه جلل، راه يعكس تصور ديال دوله، يعكس هموم ديال دوله، احلام ديال دوله، افاق ديال دوله، ماشي وعمق ديال دوله. الصيغه باش مشى وجا مشى حتى جا مشى ورجع تقريبا في نفس الاسبوع. مشى تسحب بقناعة السيد الوزير وبقناعة لجنة العدل والتشريع ورجع للجلسة العمومية، في حين أنه الأمر طبعا السادة البرلمانيين والسيد الوزير راه يكون ضابط الأمر أكثر مني، كاين مصدر استثنائية وخاصة في حالة إلا بغيتي ترجع مقتضى معين في التشريع خصو يدوز عبر لجنة العدل ويرجع ياخذ نقطة خصها تتخذ مسار آخر. وبالتالي نرجع للأصل
نرجع للاصل اللي غنذكروا عليه، المشكل هو مشكل سياسي، مشكل تصور. مزيان باش ما نكونوش يائسين وما نكونش عدمي. غادي نعاود غير باش نكملش نكمل. غنرجع النصوص هي قليله جدا، انا اتساءل لماذا هذا العناد؟ نصوص قليله، واش خمسه ولا سته النصوص ولا عشره النصوص؟ خمسه شحال السيد الرئيس انت راك حافظهم ها طيبونا ياك، ثمانيه النصوص ولا تسعه النصوص؟ واش هاد زعما ما كاينش شويه؟ واش حنا زعما عندنا خصومه مطلقه؟ ما بالعكس، هاد الخمسه ولا سبعه ديال النصوص ممكن اعاده فيها النظر ببساطه وبسهوله الا كانت حسنيه وكانت المصلحه العامه وكانت مع بمراه عنه السيد الوزير بحسن النيه. حنا عندنا حسن النيه مع المواطن، وراه واهم وخاطئ من يعتقد باننا لنا مصالح خاصه خاصه في هذا المضمار، رغم اننا لا نخاف ولا نخشى بان نقول بان نريد موقعنا في هذا البلد كمحامين. شكرا استاذ نقيب. طبعا النقاش اللي كان في هذه النقاط انا غنعطي التفاعل، استاذ رامي طالب التفاعل، ولكن بغيت نمشي للاستاذ الكرجي من موقعه. تفضل كرجي، يعني كنت غنعطيك الكلمه في البدايه ديال هذا المحور، نعاودوا نقلبوا في البدايه. ف يعني هذا الترتيب صراحة ما كانش عندي انا اي اعتبارات اخرى، يعني غير اعتبارات يعني ديال طرح الاسئله. استاذي الكريم، يعني اذا كان ممكن من زاويتك كقاضي يعني كممارس، موضوع ديال التقاضي الكيدي، هل ترى من زاويه وجهه نظرك انه يجب على القضاء او على المحكمه ان تواجه ظاهره التقاضي بسوء نيه؟ هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه متعلقه بهذا السقف ديال 30,000 درهم التي لا تقبل الاستئناف. يعني نعرف بانه كان هناك سقف يعني في قانون الصرامه المدني في 1974 اللي هو كان 3000 درهم، بعد ذلك اصبح 5000 درهم. يعني اليوم طبعا 3000 درهم في 74 الى قارناها مع 30,000 درهم اليوم، يمكن نطرحوا تساؤلات حول القيمه، يعني من ناحيه القيمه شنو القيمه ديالها يعني على ارض الواقع. اذا المبدا كاين ديال السقف، واش 30,000 درهم يعني بالنسبة لك كتشوف يعني على مستوى الممارسة أنها فعلا يعني جات استجابة لطلبات؟ يمكن كيقولوا أنه كاين بعض الشركات أو بعض الشركات ديال الاتصالات وشركات الخدمات اللي كتكون عندها دعاوى اللي قيمة ديالها يعني منخفضة وكتطلب منها مصاريف أكثر باش تستنفذ جميع المراحل ديال التقاضي. يعني كيفاش كتشوف هذه المسألة أستاذي؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. زعما في الحق هو سؤال مهم جدا، هو سؤال اللي كيدخل في اطار ما يسمى بالخيار التشريعي، حتى ان القاضي الدستوري في الدول التي تعتبر القاضي الدستوري هو قاضي ماشي ايجابي قاضي سلبي، يعني حتى انه لا يمس بالخيار التشريعي، هذا خيار تشريعي ديال المشرع. غير هو الخيار التشريعي كما قلت في البدايه بانه خصو يكون في اطار سياسه عموميه اللي كتاخذ بهذا الاعتبار دراسات يعني سوسيولوجيه. يعني احنا دابا بالنسبه لنا احنا كقانون اللي كيكون قدامنا هو الاعمال التحضيريه، ولكن ما بنى عليه المشرع السياسه العموميه ديالو احنا ما كنحسوش عليها. بالنسبه لنا كما قلتي ان تحديد سقف معين هو يعني خيار تشريعي ديال العديد من الانظمه، يعني المقارنه وبالمغرب كذلك هو خيار. المساله ديال 30,000 درهم ما يمكنش انني نحسم معك واش كافي ولا ما كافيش، غير هو خصنا نحطوا مبدا هو ان الدستور هو الحكم. الا كان هذا كان 30,000 درهم سوف تقيد الحق في الولوج والحق في الطعن والحق بشكل عام في الولوج للعداله كحق من حقوق الانسان، تيكون هذا خيار ديال المشرع، يعني في اطار السياسه العموميه التي يضعها المشرع اللي ما يمكنليش انا اللي لان لا اتوفر على دراسات ولا اتوفر على مواطن باش يمكن انني يعني علمتني يعني ما يسمى باش نقول لك لا ديستونس مع الموضوع، انني الحياد العلمي هو انني نقول بانني لا اتوفر على المعلومه، لا ادري. ظاهره التقاضي الكيدي يعني هي ظاهره التقاضي الكيدي، ما عندناش ظاهره احنا في المغرب ديال التقاضي الكيدي الذي يلمسها شكون؟ الدفاع اكثر في الدعاوى وفي المساطر المختلفه كيلمسها الدفاع اكثر. القاضي كيبت في ملفات محدده امامه، ولكن الدفاع هو الذي يلمسه واش كاين تقاضي كيدي ولا كاين، لان هادشي هادو يعني خصو يبان على دراسات ماشي يبان على غير حنا. بالنسبه لنا حنا الدعاوى ديال التقاضي الكيدي دعاوى شبه نادره في المغرب، ماشي كثيره جدا على مستوى الملموس، ولكن على مستوى الدفوع والاجراءات ف حقوق الانسان تفترض انك ماشي بالضروره. الان مشروع قانون الاصلاح المدني اعطى المحكمه الصلاحيه انها تواجه
يعني في حالة عدم القبول المشرع كيعطي في التقاضي في المادة الجنائية حتى حق الصمت، وبعض الأنظمة كتمشي حتى أنه ممكن أنه يدفع ماشي غير يصمت، أنه يحور الحقائق باش يدفع التهمة على نفسه، هذا في المجال الجنائي. فما بالك المجال المدني، من حق الإنسان أنه الدفاع، أنه يمارس يعني المساطر وإجراءات المسألة ديال واش مسألة ديال واش كان تقاضي كيدي، واش كان سوء نية، هي مسألة نفسية، يمكنش انك تميزوريها بمعايير اللي هي موضوعيه، الا اذا كانت تبين ان معطيات مثلا كمحاوله مثلا ديال مثلا تلقين الشهود، المحاوله مثلا ديال غير انا في اطار الحديث ديالي مع السيد وزير العدل السابق، انا معه لاني ما حضرتش المناقشه في مساله الدفوع اتحفظ بشانها، انا نحكمه بغرامه لكن الدفع، ولكن الا كانت عدم القبول لي يعني الدفع صعب جدا نقول نحكموا عليه انه دار دفع بعدم القبول او دفع شكلي الى غير ذلك. السياسه العموميه ديال هذا القانون هذا يتبين من خلاله ان المشرع ارتاء انه يدير النجاع والفعاليه. النجاع والفعاليه كما قلت من خلال مجموعه من المساطر اللي كتبدا انها بطيئه، هذا كتدخل في حق المرتفق في الحصول على الخدمه الاداريه في داخل اجل معقول اولا، لانه كاين واحد كيقول لك عطيني نصف حق ما زريش حق بعد 10 سنوات، احصل على نصف حق الان افضل من احصل عليه بعد 10 سنوات في جميع المجالات. النقطه اللي ممكن ان اسهم بها اكثر هنا ربما لا قلت تلك الفجوه التي لم تسد، ربما هي مساله تنفيذ الاحكام القضائيه، راه هامه جدا، لان ربما الصيغه اللي قبل هذه الصيغه هذه كانت فيها صيغه، وحاليا تم حينما تم التنصيص بشكل حقوقي جدا وتم توسيع الدائره ديال الاستثناءات من العجز، تم اضافه الادوات والاليات اللي كتساعد الاشخاص في حالات اعاقه وفراش النوم، يعني مجموعه من المقتضيات اللي استنبطت من الاتفاقيه الدوليه، ولكن على النقيض من ذلك تم استثناء اموال الممتلكات ديال الدوله. الماده 9 اللي كنا كنناقشوا كانت الماده 8 في القانون المالي، الماده 9 الان تم تشريعها في القانون الاجرائي في قانون المسطره المدنيه. صحيح ان أموال الدولة لازمة لمبدأ سير المرافق المرافق العمومية، ولكن تضرب المادة 126 من الدستور التي تنص على أن الأحكام ملزمة للجميع، هناك خطابات ملكية حول تنفيذ الأحكام القضائية، يعني خصنا نحاولوا ما أمكن إلا كانت الأحكام القضائية ضد الدولة هي مرهقة لمالية الدولة فعلا، يجب أن نفكر في آليات بديلة كما دارت مثلا فرنسا، أنها حاولت مثلا أن تدير مثلا مستشارين، لأن أحيانا الدولة تتحكم أحكام نتيجة أخطاء حتى أحيانا مسطرية، القانون المسطري باش خطير جدا، وفي الصفقات العمومية، ومعنا الزميل الأستاذ سيموي يعني ممكن أنه إذا من خلال موضوع هون عاد شفتم، إذا وربما شارك كاين آلية أخرى لحكامة التقاضي ديال الدولة، مبدأ التوقعية في الاجراءات وفي المساطر ديال الدوله، يعني هذا هو النهج الذي اتخذته فرنسا، انها حاولت ما امكن انها ما تخليش التنفيذ الدوله يكون مرهق للدوله، حتى نلجا ان نعصفه بحجمه الاحكام القضائيه. لماذا؟ لان التنفيذ هام في العمليه القضائيه وهو اعقد واهم مرحله في التقاضي، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابو موسى الاشعري: لا ينفع حق لا نفاذ له، التكلم بحق لا نفاذ له. وحنا كنعرفوا ان التنفيذ يعني كان تجاذبات كثيره جدا بين السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه الى غير ذلك، على اعتبار السلطه التنفيذيه الاصل كان القاضي في الاسلام الحاكم حاكما ومشرعا الى، وكان القضاء يعني جزء من الامام الى غير ذلك، ولكن قوه الدوله تتضح اكثر في تنفيذ الاحكام والزاميه الاحكام من الجميع، حتى ان هناك انا جبت خطاب ملكيه في نفس العبارات، والدستور في 126 واضح جدا يعني نوجدوا اليات فعلا المرفق العمومي الجمهوري يستمر، خصنا نكونوا نديروا التوازن، ولكن خصنا نعرفوا ان الاحكام القضائيه وحسنا فنوفي على المشرع على مستوى التنفيذ، راه ان على مستوى الجانب والجوانب المضيئه في قانون المسطره المدنيه باش نكونوا واضحين، كاين جوانب مضيئه جدا على مستوى احداث مؤسسه قاضي التنفيذ، رغم انني اقترح ان هنا هذا اقتراح شخصي ان قاضي التنفيذ ارى ان يعين بنفس الصيغه، وساقول لماذا، التي يعين بها قاضي التحقيق وقاضي التوثيق، وتكون عنده واحد الاستقلاليه ديالو ما نضيعوش الفرصه. لماذا؟ لان يعني هنا غادي ندوز على المستوى العملي واتحدث تحت رقابه زميلي الاستاذ سيمو، لان قاضي التنفيذ دائما غالبا كيكون نائب رئيس المحكمه. وحتى ما كانش رئيس المحكمه كتكون اختصاص ديال التنفيذ رئيس المحكمه يختلط عليه في ذهنه بين انه يمارس مهام قاضي التنفيذ وانه ينوب على رئيس المحكمه.
إذن تكون عنده واحد يتعين بنفس الطريقة وتكون عنده واحد الاستقلالية دياله والتخصص دياله والتفرغ ديال قاضي التنفيذ. لا بغينا نقضيو على الأزمة ديال التنفيذ الأحكام القضائية لأن هي الوجه ديال الدولة. النقط المضيئة كذلك باش تكونوا واضحين أنه تم تشرعنة مجموعة من الجهات القضائية أو تم شرعت وتم تقنينها في المدونة من قبيل مثلا الأجل الاسترحالي اللي هو عمل قضائي، من قبيل مسطرة التراخي اللي دارت 218 ديال مدونة الحقوق العينية تم تنصيرها على وجه أن داخل الجديد داخل أجل 10 أيام أنه عليه أن يرفع الدعوة داخل أجل أن نكون شوية معكم معياري قانوني ندخلوا شوية التقنية ديال الرجل القانون الخاص ما نبقاوش داخل أجل 10 أيام تم التنصير عليها، وحتى الاعتراض أو المنازعة في الحجز أجل 8 أيام يعني تم تقنينها. ويعني هذا المشروع هذا فيه العديد من الإيجابيات، بقي إيجابيات كثيرة جدا على الأقل أننا عندنا مدونة واحدة مش بقاوش مشتتين. بالنسبة لموضوع الوكيل سي كرشي، موضوع الوكيل، الوكيل يعني هل هو مساعد للعدالة؟ الوكيل ربما غير ديك التنصيص عليه بتلك الصغر ربما هي حسب ما استرقت السمع من السيد الناقب أستاذ جامعي الطريقة باش تنصص على إلى جانب المحامين ربما فيها نقاش. ممكن أن تعدل، أنا مازال عندنا فرصة أمام الغرفة الثانية فهمتي، مازال عندنا وهذا نقاش يعني كنعتبرونا نقاش اللي هو جيد جدا، ماشي نقاش اللي هو تدافع راه هام جدا، مازال عندنا فرصة أخرى ومازال أن ممكن أن الأستاذ المحامون أنهم يتواصلوا من جانب مثلا كان هذا قضاة المغرب نوجدوا مذكرة وتواصلت بهذا الشيء مع السيد رئيس النادي ونسخوا مجموعين لأن لا بد لأي تشريع أقل من مرجعية والمشرع يجب أن لا يشرع للعبث. وشكرا. شكرا أستاذ كرجي. طبعا غادي نعطيو واحد الفرصة للقاعة الأسئلة، ولكن قبل ذلك نعطيو واحد التفاعل بين سادة الأسئلة الطالبين. أستاذ رامي الطالب تفاعل، وأيضا أستاذ الرحيم الجمعي، أستاذ نقيب، وسي الربيح. تفضل أستاذ. شكرا لكم. غير الموضوع ديال الطعن لفائدة القانون من قبل الوكيل العام، والطعن أيضا الذي يمكن أن يكون عبارة عن إحالة من طرف وزير العدل، نبغي نوضح مايل أن الفصل 381 و 388 راه بجوجهم كيتكلموا على نفس المقتضى مع بعض التعديلات اللي كانت فيها المواءمة. بمعنى أن الفصل 381 من القانون المصدر المدني الحالي ينص على أنه في الحالة اللي يمكن يكون هناك واحد الحكم اللي هو كيمس بشي قاعدة جوهرية أو فإن الوكيل العام يمكن أن يحيله على محكمة النقد، ولكن لا يستفيد الأطراف من الحكم في حالة الإلغاء. وزير العدل كان الصيغة اللي هي كاين الآن في المسطرة، وإن كان طبعا مع التحولات التي وقعت لا يمكن أن يكون، كان يمكن أن يصدر أمرا إلى الوكيل عن محكمة النقد لكي يحيل. علاش؟ فيما يتعلق بتجاوز القضاة لسلطاتهم، ويستفيد الأطراف من الحكم والنتائج ديالهم. وغنقول لكم هذا الشيء كنت كنمارسو مرار بناء على طلبات المحامين والمحاميات، وكنا كنمشيو لمحكمة النقد، ومحكمة النقد أحيانا تذهب معنا فيما نطعن وأحيانا لا. وبالطبع أنا لا أذهب هكذا، وإنما القانون كيلزمني باش أنني نستشر مع جميع المديرين، وجميع المديرين كيعطيو الرأي ديال الوزير، وكنت إذا أجمعوا على شيء آخذ به، فإذا هم اختلفوا فإنني يعني أتدخل بالتحكيم وأقرر ما ينبغي إقراره. هذا 381 و 382 راهما اللي كاين الان في 407 و408 مع بعض التعديلات اللي فيها المواءمه، اي ان وزير العدل لم يعد يعطي تعليمات لوكيل العام لانه لم يعد اصبح مستقلا عنه، واصبح يعني وكيل العام عنده السلطه اللي كانت في 380، ولكن ايضا عنده السلطه اللي كانت عند وزير العدل اللي في 381، اي انه يحيل حتى في الحالة ديال تجاوز القضاة لسلطاتهم، حاجة اللي ما كانش عنده سابقا، واللي قتل وزير العدل. وأقول لكم بالمناسبة أنه في المسودة هذه هي اللي كانت عندي خلاف من بعض الجهات في الدولة، لأنه فعلا كانوا كيقولوا دي وزير العدل لم يعد من حقه الإحالة، وكنت أقول لا، وتشبت كل واحد برأيه، وأنا تمسكت برأيي، وربما هذا نص من ضمن نصين اللي هما أخروا خروج المسطرة. لماذا؟
لأنني قلت لهم إذا كنا نقول السيد النقيب الجامعي بأن الوكيل العام هو مؤسسة مستقلة وأنا الحكومة يعني وزير العدل هو جزء من الحكومة كنشوفوا بأن القضاة تجاوزوا سلطاتهم لأننا دستورنا مبني على فصل السلطات ومشاو دخلوا في أمور اللي هي ماشي من سلطاتهم إما شرعوا ولا يجرم تشريع أو إنهم يعني تدخلوا في شأن كيدخل في إطار السلطة ديال التنفيذية السلطة التنظيمية ألا يجوز لي أن أذهب إلى القضاء أنا وزير العدل لكي أقول بأن هذا الحكم هذا أرى تجاوز فيه القضاة سلطتهم؟ نعم يجوز ويجب ولذلك إن عدم يعني إعطاء وزير العدل هذه السلطة معناه أننا نقول له ينبغي أن تلتمس ذلك من الوكيل العام في يعني تحت الطاولة. أنا أقول لهم نحن ذهبنا إلى فصل السلطات وبغينا مؤسسة مستقلة. وكيل العام يمكن أن يرى ما لا تراه السلطة التنفيذية فيذهب إلى القضاء ويلتمس أن يتم يعني إلغاء ذلك الحكم أو القرار اللي هو يعني تجاوز فيه القضاة سلطاتهم يعني تجاوز السلطة ديالهم. وكذلك يمكن للوزير دون أن يحتاج إلى أن يكون فعلا في هذا هو الوكيل العام. أما بالنسبة للموضوع ديال الأمن العام، الأمن العام ما يمكنش نعطيه الوكيل العام بالضرورة بوحدو، يمكن نعطيه ليه ما كاين حتى شي مانع، ولكن راه الحكومة هي اللي عندها وسائل باش كتعرف شنو كاين، ف ماشي بالضرورة. أنا باقي نعقل واحد المرة مشيت للعيون، فإذا بالعيون كانت فيها مشاكل مع كتابة الضبط، السيد الوالي في الليل صادفني وقال لي يا سيد الوزير مشيت للمحكمة غتوقع مشاكل. أنا كنطلب منك واحد الطلب، أنك بالناس اللي بغيتي في الفندق فيه. شوف السيد الوالي الا كان الامر هكذا انا ما جايش باش ندير مشاكل في العيون، انا جاي باش نحل المشاكل باش ندير. انا ما غاديش نمشي للمحكمه باش ما نخلقش لكم مشاكل، انا غنستقبل المسؤولين القضائيين والمعنيين يعني بهذه الزياره داخل الفندق. ففي الصباح جا عندي رئيس الديوان كيقول لي الوكيل العام يريد مقابلتك. مرحبا، جا عندي السيد الوكيل العام. قال لي السيد الوزير راه نعم، قال لي انا نقول لك يمكن لك تمشي المحكمه قد شويه مشاكل ولكن ديك قلت لي انا مع تصديق السيد الوالي. وقت السيد الوالي قال عام قال لي انا ساذهب الى المحكمه واعتذر لك. فعلا وقعت شويه المشاكل وكذا كذا، ولكن الحمد لله دازت الامور. فاذا هالشيء راه نسبي، فالحكومه اذا ارتأت ان هناك واحد المحاكمه غتكون واحد المكان اللي غتوقع فيه قراقل وكذا، يقلنا النيابة العامة مستقلة، والنيابة العامة مستقلة، النيابة العامة تقول لها لا أنا ما بغيتش، أنا ما كنشوفش، ولكن في الأخر الحكومة اللي غتتحمل يعني اختلالات الأمن العام إذا كانت، إذا من حق الحكومة أن تتدخل وتطلب إحالة المحكمة محاكمة من مدينة كذا إلى مدينة كذا، وهذا وقع، هذا وقع وما غنخش في بعض التفاصيل على كل حال. بالنسبة لهذا الموضوع أيضا نبغي نأكد بأن تنظيم لي وجميل صراحة، واللي كنتمنى أنه ينبغي اقتباسه. أنا ما عرفتش واش حنا كنزيدوا القدام ولا كنتوخروا اللور. لماذا؟ لأن المسطرة الجنائية تعطي للوكيل العام أنه وخلافا لقواعد يعني المسطرية اللي هي كتعلق بالطعن، أنه عنده أجل شهرين باش يطعن في أي حكم يصدر عن الحكم الابتدائي بالاستئناف. يعني الوكيل الملك عنده، ولكن الوكيل العام عنده يعني شهرين. تفقين واخا. كذلك عندنا الوكيل العام لمحكمة النقد عنده أنه يطلب الطعن في إطار ما نصت عليه المادة 402، عفوا هذيك 402 اللي كتعلق بالوكيل العام له حق تقديم الاستئناف داخل 60 يوما. كاين ايضا الوكيل العام لمحكمة النقد عنده الحق، عفوا 388 يمكن لوزير العدل ان يامر الوكيل العام الملك باحاله الاحكام التي تجاوز فيها القضاة سلطاتهم ياك من اجل الابطال. المهم انه كاين عندنا هذا الشيء في المسطره الجنائيه، عندنا في المسطره المدنيه، وجاء الفصل 447 بديك المقتضيات. انا لماذا
إقحام هذه المادة 17. وغنقول لكم واحد القضية، كانت في الصيغة الأولى أسهل، كانت ألين، لأنها هي الصيغة الأولى اللي كانت شوفوا وكيفاش أن تلغات وتطورت بشكل دراماتيكي. كانت 17 كتنص على ما يلي: يمكن للنيابة العامة سواء كانت طرفا في الدعوة أو لا، ودون التقيل بأجل الطعون المنصوص عليه في هذه المادة السابقة، أن تطلب تصريح بطلان الحكم المخالف للنظام العام عن طريق ممارسة طرق الطعن القانونية. هذه كانت أنا صراحة لست متفقا معها، ولكن كانت هذه أهون. علاش؟ لأن الصيغة اللي جات بها دابا سيئة جدا. ماذا تقول؟ ما بقيناش عندنا في من شأنه. والأخطار هو أنه أصبح يعني عند نفس المحكمة. بالله عليكم، لما يعود الرئيس المنتدب كيحيل على الوكيل العام، والوكيل العام كيطعن أمام نفس المحكمة وكيقول لي هذا من هو هذا القليل الذي سوف يكون له الاستقلالية ليقرر ما يقرر؟ صراحة هذا واحد من حيرة الشريعي جسيم. أنا غنقول لكم واحد القضية، لو أنه هذاك الأصل المادة 17 كما كانت في المشروع، يمكن للنيابة العامة سواء كان طرف في الدعوة أم لا، أن تطلب تصريح بطلان الحكم المخالف للنظام العام عن طريق ممارسة طرق الطعن القانونية. كنا خلوها هكذا نقول شوية. أما أنا أرى هذا الشيء ماشي لزوم. عندك 407، عندك 408، هذا كافي جدا جدا جدا. مع العلم باش نقول لكم، أنا كنت يعني في المسودة كان عندنا 407 و 408 ماشي نفس الفرق، ولكن كنت موافق عليها. الآن كنقول كان علينا حتى في هذه المسودة أن نديروا أجال، لأنه ينبغي أن تكون أجال. لماذا؟ لأن بالفعل هناك أحكام ينبغي. أعطيكم مثال، دابا حنايا عندنا في الفصل 97 القانون ديال التنظيمي ديال المجلس على السلطة، القانون التنظيمي ديال النظام الأساسي للقضاة، أن القضاة يمكن يعتبر خطأ جسيم بالنسبة إليهم الخرق الجوهري لمسطرة يعني تضمن الحقوق والحريات، ثم كاين الخرق الخطير لقانون الموضوع. طيب إذا تبت على واحد القاضي أنه ارتكب هذا الخطأ، أنه ارتكب خطأ جسيم، تصوروا أنه يمكن أن يعزل ياك، والحكم كيتنفذ، أشياء غير معقولة وغير منطقية. إذا كان خاص مقاربة هذا الموضوع واحد المقاربة عقلانية راشدة، الشيء اللي ما تمشي للأسف بهذه الطريقة هذه. ولذلك أقول أنه وكان نادي زملائي وعلى رأس المصير النقيب الله يبارك السيد الرئيس والسيد النقباء، هذا الموضوع ديال المسطرة ما نخليوش معوم، نحدوا شنو هي القضايا الأساسية التي ينبغي النضال من أجل تعديلها. وكنقول أنها ماشي كثيرة، وفتح حوار حولها مع الجهات المختصة ابتداء من وزير العدل السيد رئيس الحكومة وكل أطراف الدولة المعنية، وراها غادي تعالج الوسط. أما أن يعني نكثر من المؤاخذات ونجعلها ضد الدولة وكافة المؤسسات ونكبروا الموضوع، تأكدوا غادي نخسروا 100%. كاين إمكانية ديال التراجع، وهذا وقع كثير من المرات، لأنه في الدولة ناس اللي هما يعني صراحة عقلاء، والعقل يعني كيمكن يغلب النزق في كثير من الأحيان، وأنا متأكد بأنه كيمكن هذا الموضوع يتعالج. شكرا. الأستاذة بقات لنا واحد 40 دقيقة، بغينا التفاعل يعني مركز إذا أمكن، حتى نعطي فرصة للقاعة ويكون الأجوبة مع المحور الأخير اللي فيه المقترحات وكيفية الخروج، مقترحات عملية كيفية الخروج من هذه الأزمة. فنعطي الأستاذ ناقل. شكرا أخ رئيس. طبعا نحن في مجال حديث حول قضية يعني مركزية، مسترى ماشي مسألة سهلة، مسألة لا تقبل بحل في البرلمان، شوية ديال التنازلات وشوية ديال الحساسيات، وهذا الفريق أراد ذلك لنسلك معه ثم مرة أخرى يسلك معه. أنا لست مستقيقا معك زميلي الأستاذ الراميد، أمور أساسية يجب أن ندافع عنها، قبلت فداك ما قبلت شيء إن شاء الله عاوتاني بحال نجلسوا بحال عقوبة الإعدام من 1808 وهي في القانون الفرنسي، في 1981 عاد تكررت عقوبة الإعدام، نجلسوا من دابا قرن. ما يمكنش انه نخليو السلطه التنفيذيه اليوم في ظل الدستور 2011 ان تدخل وتطلب الاحاله وتقول شخصيا طعن ومباشره انت وزير العدل، كان ممكن ترفع الامر للوكيل العام، نذكر مع الوكيل العام. اما انه
نعطيه هذه الصلاحية توزيع العدل ونبرروه بكون أنه كيفاش الحكومة ما تدافعش على نفسها. سمح لي ما يتقاضاش أمام عنده ماكش باش يتقاضى، عنده باش يتقاضى يدير المحامي صافي، يدير الوكيل القضائي صافي. اسمح لي الطرق تاعنا كاينه، الطرق تاعنا كاينه العاديه، نخرجوا لهم مسطره استثنائيه لوزير العدل والحكومه، لان حكم لم يرقها وحسب رتب مخالف وذاك القضاة. لا اسمح لي هادشي كنتي عملتيه، لا كنتي عملتيه، كنتي عملتيه منطق سياسي ديال الاغلبيه الحاكمه. دابا تجاوزنا ذاك الموضوع، اليوم تنذكروا 2024 انه اليوم يدخل السلطه القضائيه من بعد ما تنقلات كل السلطات الموازيه عاد مشات رئاسه النيابة العامه، ومن بعد استقلال، ومن بعد قطع العلاقه نهائيا مع السلطه القضائيه ونعطيوها باب الدخول للقضاء، وتخلق وسيله ديال الطعن، تخلق وسيله الطعن اللي ما كايناش لا عاديه ولا غير عاديه. شنو غادي نسميو هذه؟ تعرض، عندها تعرض خارج على الخصومه، عندها ما عندهاش، كاينه تعرض خارج على الخصومه، راه مقبول اليوم حسب الماده الجنائيه، وانا دخلت تدخل ارادي في المحكمه النقد، وانا ماشي طرف، وقلت للمحكمه النقد تدخل ارادي. اليوم كاين اعاده النظر، والحمد لله هذه من الفضائل اللي الاستاذ الكرجي سجلها، اعاده النظر ما بقاش مفتوحه، سنه. يعني ما كنتش انه نذكروا في هذا الموضوع الان في 2024 حينما يقول الدستور الاحكام النهائيه ملزمه للجميع. عندي حكم نهائي سنعطي للحكومه انها تطعن فيه بطريقه ملتويه بدون ان يسمى الطعن. ما عنديش طعن، ما عنديش التسميه ديالو. نديروا له شي تسميه، الطعن الحكومي الماده 308، الطعن الحكومي في القرارات القضائيه. نقولوا هذه باب. اما نقولوا بانه في كل قرار، شكون اللي قالنا بانه الراي الحكومه سليم، انه ذاك الحكم فيه مساس بكذا او خارج كذا او فيه تجاوز السلطات؟ القرار القضاء يقرر التعديل ويقرر التعويض الذي تضرر من حكم. اسمح لي ثانيا، كاين واحد النقطه قصه ديال الله يخليك، كاين واحد المساله اللي ما تقولهاش. كيف يمكن للقاضي حينما يامر تمهيديا باجراء تحقيق وفي لحظه ما يعدل عنه؟ هذه سلطة تقديرية، قرار تمهيدي بإجراء تحقيق. جا النص كيقول يمكن للمحكمة التراجع عن إجراء التحقيق الذي أمرت به. فصل 108. تنزيدوا نقولوا بأنه أنا بدينا تنسوا بالقضاة، تنجيو تنقول إمكانية رئيس المحكمة تغيير القاضي كلما حصل موجب لذلك بأمر ولائي. يمكن نقول الحالات نقولوا مزيان، ولكن ما يقولنا شيء في كل حالة بالأمر الولائي 108، وتزيد محكمة بسيدة وحكمة بالسناب معلل طبعا ونحدوه. يكون قاضي عيان مريض نقول له بسم الله، نقول له اكتشفنا بأنه عنده علاقة نقول له جرح نفسك هذا تجريح، ولكن باش يقولنا رئيس المحكمة أنه كذا ما عنده حتى شي معنى. ولذلك تنقول بأنه تنطلبوا منكم اللي مشيتوا تناقشوا مع مجلس النواب لا محامين مستشارين او اطراف سياسيه ترى في انه نحن في محنه، المتقاضي والمتقاضيه في محنه، استحضروا جميع القيمه ديال مجانيه القضاء، نقصوا خصنا نقصوا من المصاريف، فتحوا امام محكمه النقد اخر وان وزاره العدل راه مصدر كبير 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 جدا في الموارد ديال الخزينه العامه، وشوفوا الميزانيات تطلع كل ميزانيه السنه تتشوفوا المداخيل المترقبه نقطه كبيره جدا، راه لا تضاهي ربما تضاهي وزاره الماليه واداره العمل الضرائب. وشوفوا القضاء الاداري شحال تيدخل الاموال، شوفوا ها هما عندنا القضاة السيد الرئيس ولا ما عندناش. النقطه الثانيه، انا سنقترح تخفيف، سنقترح على اننا ندافعوا من اجل تقليص الى حد بعيد من الرسوم القضائيه والمصاري القضائيه، الحذف ديال الغرامات حتى لا يبقى القضاة أطراف الدعوة يقدرون نيابة عن جهة أخرى أنه يحكمون بالغرب. ثالثا، أن البحث على دعم كل متقاضي بحضور المحامين، نخلق خلية بين الرئيس والنقلية، كل إنسان لا إمكانية له يجب على الهيئات والمحامين أن يتجندوا للدفاع عن الناس. علاش نخلي الانسان على انه يقلب على باه ولا قتول، اما تمشي تدافع عليه المحكمه
يقولوا الرئيس راه السيد خصم ديالك سالك الجريح، تتعرف شنو هاد الجريح؟ لا سيد رئيس السريش شنو هاد الجريح؟ خص القضيه يعطي الدروس للقانون لكل انسان. نديروا المساعده القضيه ننظموها من جديد ونقولوا بانه النقيب خصو يتحمل مسؤوليته، كان المدعي او المدعي قاضي او محامي، خص الناس تضمن لهم. واللي ما تضمنتلوش المساعده القضيه يدخل وكيل العام يعين المحامي في المساعده القضيه، بحال اللي دخل الرئيس المحكمه الجنائيه يعين بواسطه النقيب. اذا خصنا المحامين يتحملوا مسؤوليتهم، ما يمكنش انهم يقوموا في الدور ديالهم ديال احترام المساعده القضيه. هنا غادي نقولوا للمسطره المدنيه والمسطره الجنائيه كفاك من البحث عن 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 الحلول التي تمس بمكانه المحامي. حنا رفعوا علنيا انه المحامين هيئات المحامين مؤهلون ومجندون من اجل الدفاع مجانا عن المعوزين والمعوزات الراشدين والاحداث. وداك الساعات غادي نقولوا بانه غادي ندير واحد نقولوا الاداره تيمكن ندير التحدي. الاداره كذلك التي لها حق في التمثيل وحق في الطعون حق في اعطاء التمثيل بموظف الى اخره، وكثير ما اثيرت المشاكل امام القضاء خصوصا الاستعجالي. السيد الرئيس راه معنا، هل يمكن لغير المحامي ان يرافع؟ لغير المحامي ان يرافع؟ خليني دابا المسطره الشافعيه وكانت كاينه، ولكن امام جهات قضائيه التي تستمع الى المحامي، كثير ما طرحت هذا الموضوع واثير امام القضاء خصوصا القضاء الاستعجالي، هل يحق لغير المحامي ان يرافع؟ ولذلك الحسم في الاختيار الكبرى استراتيجيه. حنا سنزلوا واحد الاهداف استراتيجيه اساسيه يجب الحسم فيها بدون تهاون، ولكن بحزم وبنقاش اذا تطلب الامر ذلك، ولكن بدون تنازلات. تنازلات راه ستزيد من انشغالات المتقاضين ماشي انشغالات المحامين، لانه عندنا كل اشكال عندنا في حلول عندنا في مقترحات. يعطيونا اي واحد من الاشكالات التي لا اقتراح لنا فيها نقولوا بانه نحن سامعون طائعون، ولكن كل اشكالات لنا اجوبه بها. اللي سيبقى هو القرار السياسي ديال الطرف الاخر، هل القرار السياسي يملكه من اجل تمرير مسطره مدنيه عادله تحمي الامن القانوني والقضائي وترفع المعاناه على المتقاضين، ام انه يجب اخداع المتقاضين لمسطرة لها مرجعية أخرى غير مرجعية الحقوق وحقوق الإنسان. غادي نعطيو حتى التفاعل لأن الوقت يداهمنا، حتى نعطيو القاعة إلا كان ممكن. الأستاذ نقيب راه دخل في المحور الثالث وعطى المقترحات، يعني تقريبا عطى عدد من المقترحات. فأستاذ نقيب الربيح غادي نعطيك واحد التفاعل بشكل موجز على أساس نعطيو القاعة وتكون واحد التفاعل معك. هو غير يسمح لي نقيبي العزيز عبد الرحيم الجامعي بانه النقباء يعطونا المساعده القضائيه بتلقائيه، وانا اعرف بان هناك نقيب في المغرب كيرفض يعطي المساعده القضائيه، ولسنا في حاجه لاحد يعطينا الدرس في لكي نعطي المساعده القضائيه، لا الوكيل العام ولا غيره، لاننا نحن نتحمل مسؤوليتنا، والوكيل العام عنده من المسؤوليات ومن المهام كثيره بزاف. لكن لان هادشي اللي كيتقال بانه النقباء ما كيعطيوش المساعده القضائيه، النقباء ملي كيكون محامي وقاضي ما كيبغيوش يعطيو الاذن بالاذن بالتقاضي، هادشي يقال كيقال. انا في التقرير الادبي ديال هيئه المحامين بالرباط كنتكلم على الهيئه، جميع الطلبات اللي تقدمت عطينا فيها الاذن وبتلقائيه، وهذا حق مقدس ديال المتقاضي ماشي ديال النقيب ولا ديال المحامي، هذا حق مقدس للمواطن والمتقاضي. ما العمل هو تفاؤل الاراده، كيف تيقول غرامشي اقوى من تشاؤم العقل. احنا ارادتنا كمحامين وكهيئات وجمعيات هيئات المحامين احنا متفائلين ودائما متفائلين. المحامي الا كان يأس عدمي خصو يمشي يبدل الحرفه، يمشي يبدل المينا، بالك بالهيئات. دونك احنا متفائلين. علاش متفائلين؟ اولا لاننا كنعتبروا نفسنا على حق، وما ندافع عن ليس لا فئوي ولا خاص، ولا ندافع عن فئات خاصه، ندافع عن المواطن، ندافع عن المتقاضي، ندافع على وطن بمواصفات ومعددات معينه كما هي في الدستور، كما هي في خطاب جلاله الملك، كما هي في كل النخب السياسيه التي تحلم
تحلم وياك ماشي هذيك تحلم بمغرب جميل ومغرب للجميع. إذن ببساطة نحن عندنا واحد ثلاثة هاد النصوص هي نصوص قليلة خص إعادة فيها النظر من أجل المواطن أولا. ما نبغيوش هذا فئات هي بدل ما نديرو فئات مستهدفة بالمفهوم المستهدف بالمفهوم الإيجابي ولات مستهدفة بالمفهوم السلبي ولات مقصودة، وبالتالي ما يمكنش نحلو على حساب هاد هاد الشريحة وهاد الشرائح من المجتمع أننا نحلو أزمة ديال الملفات وديال القضايا. ينبغي النظر بوجهة وبطريقة أخرى وبصيغة أكثر عمق، وبالتالي النصوص اللي كاينه هي ممكن إعادة فيها النظر دون أن تخدش كرامة أي أحد. ما فيها لا تنازل على كرامة ولا لي الدراع، واللي كيف كنظن بأنه رجل سياسي الحقيقي ورجل اللي يفكر في بلده ويفكر في وطنه ما يمكنش يعتبر بأنه هاد المعركة ماشي هاد المعركة هاد النقاش اللي كاين وهاد المعركة اللي كياخذ القضاء بأنه راها معركة ديال صراع الدياكة. بالعكس هي معركة وهي التزام أخلاقي تجاه المواطن المغربي، وهذا الخلاف ممكن أنه يتعالج بالمنطق اللي تقال أكثر أكرم تدخل، لأنه هذا اللي مؤسف كيفاش أنه 8 النصوص ولا 9 النصوص وراني قلتها راه كتقتل باقي المقتضيات رغم الوجهة ديالها. أنا ما نرضاش في المغرب اليوم أنه نساء ولا فئات هشة تمشي للقضاء وتعاقب، تمشي للقضاء المدني ولا قضاء الأسرة وتعاقب وهي غدا تتحلم بحقوق بسيطة جدا. الآن اللي كنتكلموا عليه هادشي اللي كيتكلم عليه الأستاذ عبد الرحيم الجامعي النقي وعبد الرحيم الجامعي والأستاذ والسيد الوزير الدولة السابق، راه المغاربة ما رسيقيش الخبر 80% وعندهم ما يديروا به. بمعنى من اللي كنقولها هذا راه مهم وأساسي، ولكن راه كيبقى نخبوي ديال النيابة العامة شنو عطينا شنو خضينا شنو، هذا موضوع مهم، ولكن أنا كنشوف الفئات المستهدفة اللي أساسية ديال الآلاف ديال القضايا اللي منشورة في المغرب من طنجة للقويرة. أنا راه قلتها ملي كتقول لي 80 راه غير نعاود واحد المثال، ملي كنقولوا 80000 درهم ما عندكش حق في النقد. الطلب خصو يكون فوق 80000 درهم، واش كنعرفوا شنو هي 80 درهم في 80000 درهم في المناطق الهشة؟ 80000 درهم الثروة. راه حلم ديال عمر راه ما كسبوهاش الاجداد ديالو وقيل الحفاد ديال الحفاده ديالو ما يوصلش 80000 درهم بالدرجه ديال النمو اللي كاينه في المغرب اليوم وفي محاربه الفوارق المجاليه. بمعنى كنقولوا لواحد المجالات معينه واحد المدن المغرب كبيره تنقول انت ياما كبيره تاريخيا وصغيره اقتصاديا للاسف، تنقولوا لها انت ياما عندك ما ديري بالناقد والاستئناف انت بقى يتم حدك المحكمة الابتدائية بارك عليك. إذن هاد النصوص كيف قلت بأنه ممكن إعادة النظر فيها ممكن وبيسر وبسهولة، ونحن كهيئات ولا كجمعية هيئات المحامين وأتكلم تحت رقبة صديقي وأخي السيد رئيس الجمعية بأننا نستحضروا هادشي اللي كتقولوا، نستحضروا السيد الوزير حنا نصوص باينة وواضحة وهي اللي كاينة. 10 النصوص مشينا بها اعتقد 10 ديال النصوص مشينا بها لمجلس النواب مشينا بها لمجلس المستشارين مشينا بها السيد الوزير العدل مشينا بها الفرق البرلمانيه 10 ديال الفصول ما كتجاوزهاش ودرناها بوضوح رغم الجهد اللي تبدل لا في المكتب الجمعيه في المكتب السابق ولا في المكتب الحالي، درنا مجهود كبير وصغرنا ورخصنا واعتبرنا بانه كاين نصوص اللي ممكن اعاده فيها النظر. مساله اخرى احنا قدرنا المحامين راه هو هذا، احنا كاين بزاف اللي جحودين تجاه المحامين، هذا قدرنا وتاريخنا ونحن نعتزوا به، احنا نعتزوا به، نحن ندافع عن الصحافه وكتلقاهم كيشويوك بعض المرات، نحن ندافع على السياسي وكتلقاه كيعطيك بعض المرات، هذا قدرنا وحنا عارفينه وكنتحملوه وعاجبنا، وما يمكنش نتنازلوا على قيمنا ومبادئنا. كنهضر على المحامين بصح المحامين الشرفاء والمحاميات الشريفات كيف كاين في المغاربه في كل المجالات كاين الشرفاء وكاين الشريفات، والاخرين راه حنا تنديروا اللي خصو يدا. اذا هاد الفلسفه خصها تكون تحكم في رجل السياسه اللي كاين اليوم، راه ما يمكنش نقبل. ودابا اسمح لي، نحن في مرتبه متقدمه في الاتحاد الاوروبي، نحن في كذا تنقولوا بان رئيس ديال ونجي ونعطيو نعطيو المقارنه، نجي عندك محامي من دوله اخرى، الجيران ديالنا الجيران بصح ماشي الجيران ديال ضريب الحجر ديك اللي ديال قناص التمسان جاي يضرب الكرموسه خطا الجنان، كنذكر على الجيران ديال بصح، الجيران ديال بصح اللي عندهم حضاره قضائيه ويعتقد
يقدرون الدفاع ويقدرون المحاماة ويربطون بربط جدلي ما بين المحاماة والدفاع. وراه خصنا نديرو شويه المقارنة، راه حشومة نقولوا للناس عندنا المغاربة مقسمين كنعاقبوا المحامي والموكيل ديالو على الدفع، ونجيو نذكروا على حقوق الدفاع والحريات وكذا. وبالتالي كاين صورتنا، انا تنقول بان خص تكون عندنا غيره على بلادنا، وملي نقرا شي نص نص حضر الاخر. بغينا نقارنوا ذواتنا مع الحضارات القضائيه العريقه. قلتي احنا ما بغيناش نستناو قرن باش نحيدوا عقوبه الاعدام من نابليون حتى لميتيرون. اسمعني اسمعني اسمعني، لا اولا السيد الرئيس السيد الوزير اتحدث عن الزمن على قرن، ما تحدثش على الموضوع ديال الاعدام، هذا موضوع كل واحد وعنده رؤيه فيه. انا تحدث عن الزمن السياسي، ما بغيناش نتسناو 100 عام، حنا بغينا غدا، هذا المغرب ديال اليوم، وبغينا غدا نحلوا مشاكلنا. قرن بغينا ولادنا يلقاو مغرب ان شاء الله اروع، بغينا يلقاوه كيف ضيعنا زمن عهد المجي بس كتجبدوا على اي. بغينا مغرب افضل من 100 سنه، ما بغيناش غير نبقاو ما وفات الشركة، أنا ما بغيتوش. شكرا. أستاذ قرجي، عندك شي تفاعل قبل ما ندوزو للقاعة مع المداخلة ديال الأساتذة؟ إذا غادي بقات لنا واحد نص ساعة تقريبا، غادي نعطيو ثلث ساعة للقاعة على أساس مداخلات مركزة إذا سمحتم أستاذ الأساتذة. مداخلات مركزة تفاعلية مع على أساس نعطي واحد 4 دقائق لكل أستاذ للإجابة وللتفاعل أيضا، ثم نختم هذه الجلسة لأنه أخذنا أكثر من ساعتين ونصف تقريبا من النقاش. ف أستاذ تفضل. اسم الكريم خالد إدريس. ها نعم بعد النقابة طبعا. أستاذ شمعو. أستاذ عوني. شي أستاذ ولا أستاذة؟ خالد فستي. أستاذ تامر الوزان. النقيب الشعبي؟ لا ضروري سنة. شكرا. لا شكرا. انا كنطرش لك. لا اليوم استاذ. نعم هلولي. اذا غادي نكتفيو بهذا المدى. استاذ سيمو. استاذ سيمو راه شارك في هذا المسطر. استاذ سيمو. استاذ فؤاد الزغموت. ولكن مع الخلاصه ديالها ما بتفقش. إذا عندنا 1 2 3 4 فتحة شتاتو. أستاذة فتحة شتاتو. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سعد المتدخلين المرجو من أستاذ وموسي 10. إذا 10 المرجو يعني عدم تجاوز 3 دقائق مركزة حتى نتيح التفاعل بالقاعة ونختم هذه الجلسة. إذن أستاذ خالد إدريسي تفضل. إلا ممكن تقدموا المنصة. شوف تأكد عفاك من الصوت. وش بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للجهة المنظمة، سيد النقيب، سيد رئيس الجمعية، سيد رئيس الجمعية السابق، السادة النقباء، سيد وزير العدل السابق، زميلاتي زملائي. في حقيقة الأمر أنا أتفق جملة وتفصيلة مع نقيبي أن هذا الموضوع لا يمكن أن نناقشه من دون أن نؤصله من الناحية السياسية. الشق السياسي هو المدخل لدراسة هذه الفروع القانونية من خلال هذه المقتضيات. هذا الشق السياسي يتعلق بالأساس
بكوننا نعيش في مغرب ما بعد الدستور في نوع من اختلال في موازين القوى. كفة المقاربة الأمنية أقوى من كفة المقاربة الحقوقية، ونحن نوجد في الكفة الحقوقية، ولذلك قد لا يكون هذا الأمر هذا الشيء على استهداف لنا كمحامين، ولكن لأننا ندخل في إطار هذه المنظومة ولا هذه الكفة الحقوقية التي أصبحت ضعيفة وهزيلة. في حقيقة الأمر هناك أو القوانين هي مرآة لموازين القوى. اللوبيات المتحكمة تفرض وجهة نظرها في التشريعات، ما نمشوش بعيد. قانون المالية دائما تلقاه على أن ضرائب تخفض أو تلغى لواحد الطبقة وتزداد ضرائب أخرى. مجلس المنافسة اللي تعطينا الدروس في الاحتكار كما قال النقيب الجمعي ما قدرش على أنه يتخذ مواقف صارمة في مجال ديال المحروقات. ومنين تجرأ؟ راكم عارفين ماذا جرى. إذن هذا يؤكد على أن الجانب السياسي طاغي، وعلى أن القوانين مرآة لموازين القوى التي للأسف ليست لصالحنا نحن كمحامين. كاين واحد الميزان ممكن نقيسوا به أي حاجة سهل ونعرفوا واش حنا الترافع ديالنا صحيح ولا ماشي صحيح. بحال ميزان الحرارة تنديروه 37 راه مزيان، 40 راك ما مزيانش، تعطي النتيجة. شنو هاد الميزان اللي ممكن نقاربوا به كحكم؟ هاد الميزان هو المبادئ الدستورية والمبادئ الحقوقية الواردة في الالتزامات الدولية اللي وقعنا وصادقنا عليها، وهي لا تخالف النظام العام، حق الولوج للعدالة، مبدأ المساواة، مبدأ قوة الشيء المقضي به، الحق في الطعن وما إلى ذلك. هذه كلها غير مخالفة للنظام العام، بالتالي هذه المواثيق الدولية جميع أو جميع الشروط الشكلية متوفرة حتى تطبق بالأولوية على القوانين الوطنية. لا يعطيك السر، ندخل دابا للشق واحد دقيقة لأن هذاك التقديم الأول ديال الشكر هو اللي دار لي دقيقة، أنا معوضة. إذا شنو خرقنا هنا؟ مبدأ المساواة والولوج للعدالة. المساواة فاش؟ تنقول لواحد غني تفضل عندك الحق في الولوج للعدالة، وتنقول لواحد فقير لا ما عندكش الحق في الولوج للعدالة. عندك نزاع في 29,000 درهم وفي منطقة هشة كما قال السيد النقيب اللي ستعتبر ثروة في تلك المنطقة، لا يحق لك أن تستأنف أو أن تحصل على فرصة لنشر الدعوة من جديد. لديك ملف 77,000 درهم ليس لك الحق في الطعن بالنقد. بالتالي هذا خرق لمبدأ المساواة وخرق للحق في الولوج إلى العدالة. مسألة ديال الطعن بالنقد، المسألة ديال الطعن بالنقد، عمر النقد ما كان الأساس ديالو مالي أو حسابي. النقد يتعلق بالإشكالية القانونية. شنو هي الإشكالية القانونية اللي بغى يوحد فيها هاد محكمة النقد وجهة نظره ويقضي على التضارب اللي كاين بين المحاكم الدنيا؟ ما تنظروش بالقيمة ولكن تنظروا بالإشكالية القانونية. 1000 درهم في نزاع في 1000 درهم ممكن أن يثير إشكالية قانونية مهمة، ومئة في الملايير لن تكون له أي إشكالية قانونية ولا يستحق أن يعرض أمام محكمة النقد. بالتالي ممكن أن نبدع، ممكن نبدعوا ماشي بالضرورة بوضع حدود للطبقة الفقيرة، ولكن ممكن نديروا غرفة انتقائية، ممكن نديروا غرفة انتقائية التي تنتقي القضايا بمعيار الإشكالية القانونية وليس بالمعيار المالي، وحينئذ سنكون قد حققنا الغرض. شكرا أستاذ، شكرا جزيلا. شكرا. رجائي الأساتذة المتدخلين يعني الاختصار في حدود 3 دقائق. أستاذ شماعة تفضل. صراحة أنا عندي غير ليلة كان ممكن من هنا لأن عندنا تصوير، عندنا لأن عندنا بث مباشر وبغينا يكون تصوير. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك سيد النقيب. الله يعطيك، شكرا سيد النقيب على هذا الاطراء، شكرا معالي وزير العدل.
انا حقيقه قد جرى بسط كل صور العوار والمثالب ضد الصله بهذا التشريع المشوه، ولكن انا ما غنعرف حتى صوره، انا صوره واحده الان هي واقعيه اتصورها، ان جاء عندي موكل تم تمتيعه بمساعده قضائيه يعني بمجانيه، وفي النهايه كانت نتيجه ثلاث غرامات، نتيجه ثلاث دفوع او شيء من هذا القبيل. نتصور انه متع بالمساعده القضائيه وتم القضاء في مواجهته بالغرامات. هذا هو. شكرا شكرا في العون، شكرا على الاختصار. شكرا تحية للجميع. محمد العوني صحفي ورئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم. حسنا فعلت الندوة وخاصة الزميل عبد الحق أن انتقل من عنوانها إلى عنوان الحقيقي الذي ناقشته الندوة، وهو السياق وأسئلة السياق ووزنها. وأنا أظن أن مع ذلك لا بد من المزيد من النقاش في موضوع السياق، لأنه أول سؤال يمكن أن يطرحه على الجميع وخاصة على السيد الوزير، لماذا في التشريع المغربي عامة وفي هذا الموضوع بالتحديد تهيأ في الغالب المشاريع ومسودات متناقضة من يوم إلى من سنة إلى أخرى؟ أنا أتذكر أننا في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ناقشنا هذا الموضوع، مشروع قانون المسطرة الميدانية، رهانات الحقوق وحصانة الدفاع أو ما شابه، في أكثر من مدينة وفي بأكثر من مساهمات، ولكن اليوم نناقش هذا الموضوع كأنه لم يحدث. هذا يطرح سؤال كبير، وهو سؤال سياسي لا يمكن يعني تفاديه، سؤال الزمن السياسي في المغرب. نعلم بأن الزمن التشريعي، يعني الدراسات أثبتت هذا، ماشي تيقولها شي واحد، الدراسات أثبتت أن الزمن التشريعي في المغرب هو متلكئ متردد، كل واحد كيفاش وصفه من الباحثين. ولكن أن يصبح الزمن التشريعي في يد المتملك للزمن السياسي ليصبح النقاش هو بحال لعب نتاع الدراري، يعني نرجعوا اللور نزيدوا شي شويه لقدام. لا بلاتي 2011 طلع الدستور، 2013 عاد بدينا كنناقشوا المشاريع اللي الدستور كينص على انها تنظيميه وخصها بسرعه، ومع ذلك ما تمش النقاش نتاع ديك، ومازال الى اليوم قوانين تنظيميه لم تصدر. شكرا شكرا. لا بقات لي حاجه بسرعه، لا مساله ان هناك قلم مرتبك افسد بعض النصوص، يعني يمكن ان اقول انها اكثر من انها لطيفه للتغطيه على مساله كبيره، وهي ان ما يربك هذه النصوص هو الاراده السياسيه الغائبه او الحاضره سلبا. انهي فقط للاستاذ، لا انا كصحفي غادي تعجبك هذه، يعني الاستاذ رويبح الصحفيون الشرفاء كما تحدثت عن المحامين الشرفاء، هم دائما في يد ممدوده لاصدقائهم المحامين، واثبتت الحالات والقضايا الكثير من هذا. شكرا. فعلا الاستاذ المحامين يعرفون ذلك ايضا. والمحامين في خالد السطي تفضل. مرجو الالتزام بالوقت سي خالد. الوقت تبعنا في البرلمان ومعكم ماشي مشكل. خالد السطي مستشار البرلماني عن نقابه الاتحاد الوطني للشباب المغرب. انا بصراحه استفدت وجئت لاستفيد، وكنعتقد السيد النقيب تحدث انهم توجهتم لمجلس المستشارين، واعتقد لم تتواصلوا مع الفرق والمجموعات والمكونات. لذلك انا هذا الامر هو موضوع يهمنا كثيرا. كما تعلمون المجلس المستشاري تم التقديم فقط، وكان
مرتقب باش يكون يوم دراسي حول هذا الموضوع. باش نكون معكم واضحين، حنا في اللقاء اللي كان مع السيد وزير العدل في اللجنه تحدثنا عن هذه الامور. عندكم 8 أو 9 هكذا قلنا من النقاط الخلافيه يجب ان نذهب اليها في العمق، ونحاول ما امكن اننا نخرجوا شي صيغه اللي كان عليها اجماع في المنصه، وهو ان الهدف كامل هو ان المغربي منين يمشي للمحكمه يلقى يعني الحق ديالو مضمون وباقل تكلفه كما قال السيد النقيب الجامعي. لذلك نتمنى من السادة النقباء هذا الامر هذا نزيدوا نتعاونوا فيه، فقط لن ادخل في التفاصيل. وهذا النقاش كذلك يجب ان ينقل الى مجلس المستشارين كنعتقد، ويكونوا كذلك السادة المستشارين يكونوا حاضرين، لان هذا الامر نتمنى ان لقوا تخريجه التي تم يعني وقع بعد التجاوز كما اشرتم في الغرفه الاولى. نتمنى ان الغرفه الثانيه لقوا حل ونطويو هذا الملف هذا، لان باقي كذلك المسطره الجنائيه مازال القانون الجنائي باقي مجموعه من القوانين المهمه اللي في عده المغاربه. شكرا. شكرا جزيلا استاذ تهامي الوسامي. المدخلة ديالي هي مرتبطة بسؤال جوهري، واش المشكل ديال الممارسة المهنية ديال المحامي مرتبط فقط بالإشكال الذي تطرحه 10 نصوص قانونية، أولا بمشكل جوهري من الأساس اللي هو واش حنا بالضرورة محتاجين المسطرة مدنية، يعني أننا نعودها من بدايتها إلى نهايتها. اليوم مثلا موضوع الرقمنة، واش اليوم الفئات العريضة ديال المحامين اللي واجهين هذه المهنة واش حنا مستعدين على أننا نواجهوا الرقمنة وعلى أننا يكون عندنا اطلاع بالمعلوميات، أو لا غادي نتعلموا بعد أن يفرض علينا الموضوع؟ واش خاصنا علاش ما نكونوش حنا بحال القضاة وبحال كتابة الضبط اللي استفدوا من الدعم المالي الكبير من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتكوين في كل ما يتعلق بالمعلوميات؟ حنا اليوم بعيدين على هاد المعرفة اللي خاصنا وهاد التمكن من هاد الآليات اللي غادي تسمح لنا بالولوج المستنير، لأن حنا لا نوب بالولوج المستنير للعدالة. هذا من جهة. الكل مجمع في المداخلة وأشكر الجميع على أنه ضرورة تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع. وتكلمنا على مثلا على مجانية القضاء، وتكلمنا على التغريم راه اليوم كاين في المساطير، كاين في إعادة النظر. راه غاية المشرع راه ولات غاية أننا ندخلوا الفلوس. هذه يومين انا كنسمع على انه اللي عنده الفلوس يعني نقدا وجب عليه ان يصرح بذلك وان يؤدي مبلغ 5% من المبلغ على اساس انه يمكن ان يبقى مجهول الاسم الى اخره. فاليوم التغريم كاين في اعاده النظر، كاين في تعرض الغير خارج عن الخصومه، مع ضروره ارفاق مثلا مقال الطعن بأصل صك أداء الغرامة في حدها الأقصى. ضمانة أو ما تبقى هذاك تغريم، يعني أنها تبقى تغريم، يعني فضلا مثلا في إعادة النظر أمام محكمة النقد كتخلص 5000 درهم وتخلص 750 درهم على العريضة ديال إعادة النظر. الأستاذ النقيب الجامعي تكلم عن الاستقلال في تقديم المرافعه الشفويه. راه فولتير قال لك وصف المحامي بانه بريتي سا فوا، المحامي فقط اسولوي كي لون با، انك تقرض صوتك لمن لا صوت له. فالان ما يمكنناش اننا نقتسم واحد المهمه اللي هي عندها قرون كثيره جدا، اللي هي الاصل في الاشياء هي المرافعه الشفويه، اما المسطره الكتابيه هي استثناء من اصل.
على انه لا يمكننا اقتصام هذا التخصص مع فئه اخرى ولا مع. اذا نشكركم جزيلا على هذا. شكرا. شكرا استاذ هلولي. تحية للجميع، السيد النقيب، السادة النقباء، السادة الحضور. أستاذ علولي، عندي تساؤلين أريد مشاطرتهما مع الزملاء الحضور. الأول كيتعلق بالاستهداف. هذا الاستهداف هو من النقاش من المفاهيم ولات المحورية بالنسبة للمحامين، يرون أن هناك استهداف لهم في هذا المشروع هذا، وكيطرح السؤال شكون المستهدف. حقيقة تاراني الفضول ورجعت كنقلب في النصوص، لقيت النص ديال 1974 قانون المسطرة المدنية، كان الوزير الأول هو عثمان باقي حي. اعتذر الله يطول في عمره، غلط ليا. الله يرحمه. قانون احداث المحاكم الاداريه كان في 94، الوزير الاول الى ما غلط شيء كان السي العمراني. 96 المحاكم التجاريه كان الوزير الاول الفلالي، وكلها كانت قوانين متوازنة. إلى رجعتي للمسطرة اللي تاه انتباهي، واحد المقتضى دابا اللي فيه نقاش بزاف، اللي هو حق إيقاف التنفيذ اللي تعطى المؤسسات اللي تعطى الإدارة العمومية اللي باقي في القانون، وكان في النص الأصلي ديال 74 كان حق الإيقاف عند الجامع بما فيه المتقاضي العادي. ثم من بعد تراجع على هذا، تم سحب هذا الحق منه، وبقات قضايا اداريه، يعني الدوله هي اللي عندها ولا الحق هام. دابا زدنا ايقاف زاد بالنسبه الراس مال ديال الخاص ديال الدوله، بمعنى بنكة ديال اللي عندها راس مال ديال الدوله احكام ديالها ما كتنفذش حتى تولي نهائيه، يعني حتى تبرم في محكمه النقد، يعني ما يمكنش تحكم. دابا كتسائل ملي كتشوف المسار من بعد 77 78 كان شويه التوازن، من 2000 لهنا بقى شويه ديال كيوقع شويه ديال هذا. في 2005 تم تعديل المقتضيات، تم اول مره الحد من الحق في النقد، اول مره تم الحق في النقد، تم استثناء القضايا ديال الكرة، الزياده في السومه الكرائيه والواجبه الكرائيه والقضايا ديال الاداء الى غايه 20,000 درهم. دابا وصلنا ل 80,000 درهم، دونك هو ماشي عاد اليوم، هادشي راه جاي بشحال هادي، يعني سرعه. دابا وصلنا لواحد المستوى ولا 30,000 درهم ما تمشيش للاستئناف، 80,000 درهم ما تمشيش للنقد. لكن رغم ذلك لما كتشوف كتلقى شنو؟ كتلقى في ذاك العهد الاول ما كانش، كان واحد نوع التوازن، وكان حتى دور المحامي حاضر. النص الاول ديال 94 الزاميه المحامي، لما كان جيو القانون ديال المحاكم التجاريه الزاميه المحامي. شكرا. دابا ولينا كنرجعوا. شكرا. السبب شنو هو؟ شكرا اذا سمحتي. شنو هو السبب؟ شكرا الوقت يداهم. عندي السبب. انا سؤال هذا الاستاذ كنطرحه للاستاذ النقيب الجامعي بحكم الخبره ديالو الطويله في هذا وعاصر هذا، وشتو تكلم في هذا في واحد البرنامج، وبغيت نطرح له هذا السؤال. الاشكال فين؟ واش كاين في الدوله ولا في شي جهه اخرى؟ ولا في الاحزاب السياسه مباشره؟ لان الاشكالات طرحات لما ولات الاحزاب هي اللي كتقود الحكومات. اي حكومه الا وعندها ما درتش جرد دقيق، ولكن اي حكومه كتلقى عندها. اسمح لي واحد جوج دقائق، وكان عندي سؤال اخر تنازل عليك. كان عندي استاذ علولي، ما يمكنش لنا الوقت يداهم. شكرا جزيلا. السؤال واش المشكل في السياسه ولا في سؤال واضح ومفهوم. شكرا جزيلا. استاذ سيمو تفضل. السلام عليكم.
بالنسبه باختصار، اذا بالنسبه للحالات ديال امكانيه تراجع الاحكام القضائيه ولو بعد حين يعني بدون تقييد باجل، هي كاينه في المسطره الحاليه كيف تفضلتوا وتكلمتوا على 382، ولكن كاينه ايضا حتى في الاليه ديال اعاده النظر ولا سيما محكمه النقد، لان 373 امام محكمه النقد يحيلوا على 375 و 305 وما فيهش اجل، و 375 يستوعب او فيه يتحدثون عدم التحليل، وعدم التحليل يستوعب فساد التحليل، وفساد التحليل يستوعب خرق القانون. اذا هذا مدخل واسع للتراجع، ويقع هذا وقع فعلا، ولا نحتاج الى احصائيه استاذ جورجي راه حنا تنعرفوا يعني. اذا بالنسبه للتنفيذ في عجاله المسطره الحاليه او المشروع الحالي، المشكل الذي يطرحه ليس هو منع الحجز، من الحجز هو ممنوع في اغلب الانظمه القانونيه في العالم، منها فرنسا ومنها غيرها، ولكن هذه الدول تتوضع اليات بديله، لان دابا فرنسا الى مشيتي شفتي فرنسا ما غتلقاش واخا منع الحجز على اشخاص القانون العام، ما تلقى حتى شي حكم ما منفذش. ولكن حنا وكذلك الشريعه الاسلاميه تتمنع الحجز على بيت المال للمسلمين، ولكن في الشريعه الاسلاميه ما يمكنش نتصور واحد الحكم لا ينفذ على بيت المال. ولكن في المغرب الذي وقع الان هو ان هذه المسطره الحاليه ولا سيما هذه اغلقت الباب نهائيا، اذا ماشي فقط منعت الحجز ولكن منعت التنفيذ عن الدوله، جعلت الدوله معفاه من التنفيذ، وهذا هو اذا هذا الشيء اللي بغيت نقول. شكرا جزيلا. بغيت نزيد ربما باقي ثلاثة دقائق ما كملتش. مازال عندك الوقت. كاين يعني الدليل على انه كاين تراجع في هذا الباب، وهو ان المشروع ديال قانون المسطره المدنيه في الوقت ديال 2015 اللي تحدث عليها الاستاذ راميد كان فيه واحد الماده مثلا 487 اعتقد اللي كانت تتحدث على الغرامه التهديديه في مواجهه شخص القانون العام او ممثل شخص القانون العام او هما معا، يعني كانت هذه الامكانيه هذا النص هذا تحذف من المشروع وما بقاش، وما تلقاو حتى شي يعني حتى شي مقتضى يتكلم على التنفيذ على اشخاص القانون العام في هذه المسطره. كذلك كان في يعني في القانون ديال وسيط المملكه ماده 32 في القانون ديال 2011 كانت تتحدث على انه الوسيط المملكه يمكن له بالنسبه للموظف الذي يمتنع عن التنفيذ يمكن له يكتب به ويطلب الاحاله ديالو على المسطره التاديبيه او حتى الجنائيه. هذا النص في التعد او في القانون ديال 2016 تحذف، اذا كاين واحد لا توندونس على انه نعفيو الاداره من التنفيذ. شكرا جزيلا. استاذ زغموني السلام عليكم. استاذ فؤاد زغموتي محامي هيئه الرباط، السيد نقيب هيئه محامين بالرباط، السيد رئيس استاذ نقيب الجامعي، استاذ راميد، استاذ جورجي، السيد اعضاء جميع الحضور الكريم، زملائي زميلاتي، اعتقد ان الجميع تطرق لمجموعه من العيوب او النواقص على هذا المشروع، لكن تبقى مساله غايه في الاهميه وهي كلمه غرامه. غرامه هذه هي عقوبه، هذه تصدر عن القاضي الجنائي وليس القاضي المدني. نحن بصدد مناقشه مشروع قانون المسطره المدنيه. المواطن العادي ملي كيسمع غرامه تيقول له ودي انا مابقيتش كاع باغي ذاك الحق. يعني مساله هي جد دقيقه. كتقول له ودي الا دفعتي بواحد الدفع وتم رفضه راه عندك غرامه. يعني المواطنين تنقول لهم باي باي مجانيه التقاضي، مساله ديال 30000 درهم و 80000 درهم، يعني كاين واحد القيود كنديروها للمواطن. وكما تفضلوا الزملاء قبل مني راه كاين شي مناطق اللي فيهم عشرات الهكتار، عشرات الهكتارات ما كتسواش 80000 درهم، وبالتالي احنا غناقشوا واحد الموضوع اللي هو كبير جدا ونقول له لا ما عندكش حق في النقد، رغم ان محكمه النقد هي محكمه قانون ماشي محكمه موضوع. اذا لماذا يتم الربط بين السقف ديال الموضوع ديال الدين او موضوع الدعوه، والحال ان محكمه النقد هي محكمه قانون توفي مدام قانونيه المحاكمه. مساله اخرى، لماذا هذا الكيل بمكيالين؟ لما تقدم الاداره بطلب النقد يتم ايقاف التنفيذ تلقائيا، ما يمكنش شي واحد ينفذ لك هذاك الحكم. والعكس، ملي كيتقدم مواطن اللي مصادر ضده حكم او قرار استنافي كيتقدم طلب النقد كنقولوا لا، النقد لا يوقف التنفيذ. يا اما النقد يوقف التنفيذ
أو لا يوقف التنفيذ. مسألة أخيرة هي 117 سيد بوسير، 117 هي سيف. أنا أش من ضمانة كنعطيو للمستثمر الأجنبي نقول له أجي دخل عندنا المغرب استثمر عندنا؟ كاينة واحد الجهة راه غيصدر لك حكم ومن بعد واحد 17 سنة غيجي واحد الجهة أخرى غادي تطعن فيه لأنه شابه وشو. وهذا ضرب حتى لاستقلالية السلطة القضائية. وشكرا. الأستاذة فتيحة شتاتو. من بعدها باقي جوج متدخلين، أستاذ واموسي وأستاذ جعفر حسون. شكرا لكل المتدخلين، شكرا للحضور الكريم. ميكرو عفاك. شكرا لكل المتدخلين، شكرا للحضور الكريم. انا بالنسبه لي ساشير الى ما اشار اليه الاستاذ الجرجي فيما يتعلق بالنموذج التنموي وكذلك المجلس الاقتصادي الذي اشار الى الثغرات الموجوده يعني في اطار الولوجية. انا ساتكلم عن الولوجية بالنسبه للنساء، والسيد النقيب مشكورا اثار هذا الجانب بشكل خاص في اطار، انا غنثيرها في اطار يعني التشخيص القانوني. في إطار التشخيص القانوني كنعرفوا بأن قضايا الأسرة كتبرد فيها عدة ثغرات ونواقص كتأثر سلبا في طريقة تنزيل مدونة الأسرة. هنا علاش كنطرح هذه المسألة؟ لأنه كاين في إطار المسطرة ديال الطلاق والتطليق كاين المادة 79 وكاين المادة 212 اللي المادة 79 تشير إلى يعني الترتيب في التوجه للمحكمة يعني الاختصاص، في حين ان الماده 212 كتقول لك او يعني اما بيت الزوجيه يعني تترك الاختيار. وهنا كتضيع يعني المراه والنساء كيدعوا حتى بعض المرات ملي كيوجهوا المسطره كتمشي في عدم الاختصاص وخصها عاوتاني تنتقل للمحكمه المختصه. اذا هنا يعني المقترح ديالي هو انه احداث قانون مسطره خاص بمحكمه الاسره، لان هذه المساله كذلك يجب اخذها بالاعتبار خاصه انها يعني كتتعلق بالولوجيه ديال النساء والفتيات الى القضاء. هذه النقطه اللي بغيت نشير لها وتكون كذلك ادماج مقتضيات تطراعي مقاربتنا. وشكرا. شكرا جزيلا استاذ واموسي. وموسي كاين واحد الصحفي سميتو موسي ولد ذلك عقلك. السلام عليكم ورحمه الله. السيد رئيس الجمعيه، السيد النقيب، سادتي النقباء، زميلي الاستاذ الرميد، السيد وزير الدوله المحترم، الحضور الكريم، زملائي ايضا. انا اليوم يعني ما غادي نقولش ثلاثة دقائق ما كافياش باش نقول بزاف ديال الكلام، وما غنعيدش داك الشيء اللي قالوه الساده النقباء وابدعوا فيما قالوا لانه الكلام في الصميم. انا غادي نخلع شويه القبعه ديال المحامي وان كان صعيب نخلعها في هذا الظرف ديال 35 سنه ديال الممارسه، وغادي ندير القبعه السياسي. وهنا يمكن الاستاذ النقيب، انا الاستاذ النقيب الربح احترام تام ليك وهذاك الشيء، نقطه واحده في الجانب السياسي، والجانب السياسي راه حاضر في هذا الموضوع. والجانب السياسي لاننا احنا كممارسين في المهنه بعض المرات كنبعدوا منه، كنقولوا السياسه ملي كتدخل كتفسد. هو علاش اللي وقع في هذا الموضوع؟ لو كان السياسيين اللي سياسيين بالحق كان هذا الموضوع يتعالج في اسرع وقت. وانا كننتمي لهيئه سياسيه وطنيه وكنحترم الهيئات السياسيه كامله، ولكن عندي التاكيد انه لو كان كانت واحد الحكومه اللي فيها سياسيين كيحترموا انفسهم، هاد اربعه خمسه سبعه ثمانيه ديال النقط كان يدار فيها تحكيم على مستوى رئيس الحكومة، وكانت 24 ساعة كافية باش تحسن هذا الموضوع وما بقاوش نناقشوه نهائيا. ولكن للأسف اليوم كنقول لكم راه المشكل اللي كاين في هذا الموضوع هو سياسي، وكنزيد أكثر من هذا الشيء. شنو هي اللي غادي يخلينا نقيسوا قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية اللي هما السكة بحال هذا الدان كيمشي جوج ديال السكات، قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، غادي نقيسوا في هذه الظرفية اللي سياسيا أنا كنقول هشة جدا. علاش؟ عندنا برلمان 90% ديال المغاربة غادي يتفقوا معايا، برلمان ماشي ما فيهش ناس مختصين، ما فيهش ناس قانونيين، عامر بصحاب الشكارة، عامر بالناس الاستثمار، كيجي القانون ما يقدرش يناقشوا، ما عندوش هذه الكفاءة. علاش حنا في هذه الظرفية غادي نناقشوا قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية؟ أنا كنقول هذه القوانين خصها تمارس في واحد الظرفية اللي هي هادئة
واحد الظرفيه اللي كتميز مناخ سياسي متوافق عليه بين المغاربه كاملين. عاد نناقشوا هذا الشيء اليوم، نناقشوا قوانين اخرى جزئيه وهذاك الشيء حتى تدوز هذه الظرفيه السياسيه اللي انا كنعتبرها مظلمه في التاريخ ديال المغرب. وكنشكر المنظم ونشكر الحضور الكريم. شكرا استاذ اموسي. استاذ جعفر حسون اخر متدخل. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة النقباء الحاضرين، السادة المحامين، جميع الحضور، ربما أنا غادي نتير واحد الجانب اللي وقع نسيانه، تم الحديث وقع نسيانه تماما أو طغات عليه واحد مجموعة ديال الأخطاء أو الخطايا التي شابت المشروع ديال القانون المسطرة المدنية، استأثرت بالاهتمام وتناقش من طرف السادة المتدخلين، تناقش مبدأ النجاعة، مبدأ الأجل المعقول، المساواة، وجميع واحد المجموعة ديال المبادئ. هناك كان بدا مؤطر للمسطره المدنيه، وقع واحد النوع ديال المبالغه فيه، كما تمت المبالغه في المساله ديال سوء التقاضي الفني وكذا الى اخره، وقعت المبالغه فيه لدرجه اننا عرضنا واحد التراجع عن واحد المسار اللي هو مسار ديال القضاء الاداري، مسار ديال القضاء الشرعيه، مسار اللي ايضا اهميته بالنسبه للمواطن جد حساسه، لانها تتعكس الاحتكاك والصراعات ديالو مع المجال ديال السلطه العامه، ديال الاداره كسلطه عامه، ديال الدوله ايضا، ديال المؤسسات. مشينا في واحد المسار واحد المده من التسعينات الى الان، اللي هذا المجال هذا اصبح مكتسب للمواطن. فالتوجه ديال المسطره المدنيه وديال التنظيم القضائي قبله هو ادماج ما لا يدمج، انا اعتقد انه لا يدمج، ادماج القضاء الاداري ضمن اعطاه واحد المجموعه ديال الغرف في المحاكم العاديه. الاشكال اين؟ الاشكال هو انني انا اقبل ان يدمج الغرف التجاريه مثلا، على اساس انها تنتمي الى طائفه، نفس الطائفه ديال القانون المدني اللي هي قانون خاص. ولكن ادماج الغرف الاداريه هو مساله مستعصيه تماما. علاش؟ لأنه القانون الإداري هو قانون السلطة العامة، هو قانون الإدارة، هو قانون العلاقة بالمواطن في معيشه اليومي، حياته اليومية، هو القانون العام. تنظر في المحاكم المدنية تنظر على القانون الخاص، هنا تنظر على القانون العام أو قانون السلطة العامة. هل مكتسب أيضا؟ وقع التراجع عليه بهذا الشكل. يمكن ندمجوا ايضا في التوجه السياسي، وربما طي واحد المرحله من المراحل، ويمكن التفسير ديالو بواحد المجموعه التفسيرات. على اي حال التفسير اللي تعطى الان هو الكلفه، لان في واحد الوقت اللي كنا كننتظروا المحاكم الاستئناف الاداريه بل مجلس الدوله، كنا كننتظروا هذا الطموح هكذا، في اطار واحد المجموعه ديال الامور اللي كانت مؤثره، واحد المجموعه ديال المبادئ الكبرى اللي كانت مؤثره للمرحله، المفهوم الجديد للسلطان، دولة الحق والقانون، واحد المجموعة ديال المبادئ الكبرى اللي كان مؤثرة للمرحلة، اللي كان المفروض أنها تمشي في هذا الاتجاه إلى أبعد مدى. لماذا نخشى المسألة ديال نمشيو إلى أبعد مدى، نمشيو لمجلس الدولة؟ اللي مطروح لنا الآن هو الكلفة. أنا أقول بأن العدالة ليست لها كلفة، لا تقدر بالثمن المسألة ديال الكلفة، خاصة في هذا الجانب هذا ديال العلاقة بالمواطن بالسلطة العامة وبالدولة وبالمؤسسات ديالها. يمكن كان عامل آخر، لأنه إذا عندك مجلس الدولة فأنت مضطر باش تخرج من المبدأ ديال وحدة القضاء إلى ازدواجية القضاء. ماشي بالضرورة، لأنه ازدواجية القضاء في نهاية المطاف في شكلها المعروف اللي هو فرنسي، هو أن هناك مجلس دولة، هو أن هناك مجلسين للقضاء.
مجلس القضاء الاداري كذا ومجلس القضاء العادي. حنا لسنا مضطرين باش ناخذوا هذه التجربه بكذا، ولكن مع الحفاظ على المسار اللي كنا مشينا فيه منذ التسعينات. اقترنا بالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، اقترنا بواحد المجموعه ديال المؤسسات كذا، اعتقد انها صفحه لا ينبغي ان تطوى خاصه في هذه الظروف هذه. وشكرا لكم. شكرا جزيلا استاذ جعفر حسون. اذا بهذا نكون انتهينا من مداخله القاعه للتفاعل بايجاز، يعني ثلاث دقائق محدده. استاذ الكرجي غادي نبداو. استاذ الكرجي، سياق التفاعل مع المداخله ديال القاعه. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. فقط ربما النقطه اللي اثرتني هي التدخل ديال الاستاذ تامر الوزاني بخصوص ان نحن مؤهلين. انا ترى يعني ناقشت ذلك بخصوص الرقمنه، وناقشت التقرير ديال المدافع عن المواطن الفرنسي اللي هو بمثابه اليوم في المغرب بمثابه وسيط المملكه في التقرير ديال 2019 اللي تحدث عن العائق النفسي وتحدث عن ما يسمى بالامنيه الرقميه لدى حتى المهنيين، وتحدث عن وجوب المواكبه وبناء المهارات في هذا المجال. يعني حتى الخطه الوطنيه اعتقد ديال اصلاح الاداره 2018-2021 كذلك يعني تحدثت عن يجب ادخال الرقمنه على مراحل ماشي دفعه واحده. وبالتالي يعني حتى تحدثت كذلك تحدثت التقرير ديال اتذكر ديال المدافع عن المواطن في فرنسا، تحدث كذلك عن المساله ديال حمايه المرتفقين في حاله وجود خلل تقني وترتب على اثار قانونيه اللي ممكن انها يعني تعصب الحق والحريات. وشكرا. شكرا استاذ رويبح. انا اللي مكتسبات هي الاساس، والقطائع والحديث عن الثورات التشريعيه ما عندو معنى، ما يمكنش نتحدوا على الثورات التشريعيه. الثوره معناها القطائع، مؤديات القطائع كتبقى غامضه. انا حنا كان المكتسبات من غير المقبول ومن غير المعقول اننا ننزلوا على سقف المكتسبات اللي حققها المغرب منذ سنوات في المجال القانوني وفي مجال حقوق الدفاع وفي مجال الحريات وفي مجال العداله. خص المكتسبات تكون هي المنطلق، هي القاعده باش نزيدوا للقدام. والنزول على المكتسبات هو انتكاس وتعدي عن الحقوق الدستوريه للمغاربه. استاذ نقيب. استاذ نقيب الجمعي. انا استاذ ستيمن تما مجلس المستشارين، سؤال واحد للتفكير، ما هو يعني الاساسي في التقاضي؟ هو تربيه المواطن من اجل اللجوء الى القضاء اولا، ثانيا سياده القانون، ثالثا الحد من النفوذ والفساد الى اخره. حينما نقول بان عندنا 40,000 قضيه تروج او 5 مليون قضيه تروج في المغرب، هذا شيء جميل جدا، ما نكرهوش انه ضعف هذا المبلغ. حين اللجوء للعداله ولجوء للقضاء راه ميزه، ماشي وبال على البلاد ولا وبال على اقتصاد البلاد، هو ميزه. معناه انه التفكير المعارض هو هذا اللي مشات فيه، وانه التقليل والبحث كيف نحد من التقاضي، في حين ان التقاضي واللجوء الى القضاء ولجوء للعداله هي تربيه، هذا هو التعبير عن المواطنه فقط. استاذ غميد. شكرا لكم. انا بغيت غير نبين انه اولا ليس هناك استهداف ممنهج لا للمهنه ولا للمحامين ولا شيء من هذا. الموضوع هو موضوع يعني مقاربات مؤسساتيه احيانا تكون في يكون اصحابها في موقع قوه فيؤثرون على القرار السياسي، وهذا هو الذي حصل في هذه الحاله عندنا. دابا مثلا اعطيكم مثال، هذه المسوده اللي كنت اشتغلت عليها ها هي موجوده، وكان وقع التوافق على هذا النص هذا، لا يوقف الطعن بالنقد التنفيذ الا في الاحوال التاليه: الاحوال الشخصيه، الزور، التحفيظ العقاري، تدليل المقررات الصادره عن المحاكم، الحالات التي نص فيها عليه القانون. كاين اخرى يمكن لمحكمه النقد
بطلب صريح من الطالب وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ أحكام الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كليا أو جزئيا بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة على المحاكم في مواجهة الدولة والجماعات كذا كذا شريطة رصد المبلغ المحكوم به خصيصا للمحكوم له هو إيداعه في حساب خاص بصندوق الإيداع بإيقاف تنفيذ المقررات التنظيمية والفردية وقرارات السلطات الإدارية. شوف فين كنا فين صبحنا صبحنا في عند الشيء اللي وقع لا يوقف الطعن بالنقد لا وجينا المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجامعة الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام المقررات الصادرة على المحاكم في مواجهة شركات الدولة المنصوص عليها كذا المتعلقة بالمراقبة المالية وللدولة على المنشآت إلى غير ذلك إلى غير ذلك. إذن أصبحنا مشكلة في حين لما كنجيو عند المواطن كنقول ليه خاصك تمشي لعند محكمة النقد باش هي تعطيك يعني إيقاف التنفيذ. أنا نقول لكم ما كان حتى شي ضغط عليا ما كان حتى شي جهة أوحت لي بهذا هذا النقاش وكنقول لكم بأن معنا الأستاذ سي مساهم فيه وكانوا الناس بإرادة حرة يعني يتناقشوا وكانت هناك يعني ملائمات وكانت هناك توجهات واختيارات. للأسف الآن هناك اختيارات سيئة وأقول ربما كما قال السلعوني بطريقة يعني لبقة أن هناك يعني يد تدخلت أو ربما أيادي والحقيقة كذلك. هذا القانون هذا المشروع هذا هو يدي ويد القابلة دخلت فيه جميع الأيادي أو كثير من الأيادي وأفسس وهنا كان باش نقول لكم المسؤولية السياسية ديال الحكومة وخصوصا الوزير العام كان عليه أن يكون يعني قويا وثابتا و في مواجهة أي يعني تربص مؤسساتي من شأنه أن يلوي أعناق النصوص ويسقط بها إلى هذا المستوى من الحضيض. بغيت نقول زميلات الزملاء المحترمين والسيدات السادة المحترمين أنه بالنسبة لموضوع اللي تلعب العوني وهو لماذا تهيئ مسودات ومشاريع متناقضة هذا شيء طبيعي. دابا كان عندنا قوانين في المرحلة اللي كنت فيها خرجنا المشروع خرجنا القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الأسرة القضائية القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي خرجنا القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية فعت ولكن للأسف لحد الآن ما خرجش القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية دفعت القانون الجنائي إلى غير ذلك. ولكن ما يمكنش تدير في مرحلة كل ما تريد لأن يعني التزامات يعني عديدة والوقت محدود. للأسف أنه في المراحل الأخرى وقع واحد النوع يعني مهم وقع ما وقع. فمن حق أنا نقول من حق الحكومة الأخرى أنها تقارب المواضيع من وجهة نظرها ولكن كما قلنا كاين سقف كاين سقف الدستور كاين سقف يعني حكم الزمان. أنا أقول أنا متفق معك أن وقع تأخر غير معقول في إصدار هذه النصوص وكان ينبغي أن تصدر شحال هذا لم تصدر جاء وقت إصدارها. كنقول بأنه راه الموضوع ما كاينش واحد المسافة بعيدة بين ما يطالب به المحامون وباقي الفئات ويعني الحكومة في شخص وزارة راه ما كاينش راه خاصنا نقولوا هذا الشيء وحتى لو كان شي حاجه خاصنا نقربوا الشقة ما خاصناش نخليو الشقة سياسيا بعيده لدرجه انه يعني نقولوا ما غادي يكون والو. لا انا في رايي ان الجمعيه من واجبها ان تحدد بشكل دقيق واظنها قد فعلت القضايا التي ينبغي تشتغل عليها وتحاول ان تقنع بها وتحاول ما امكن ان تصل الى نتائج مرضيه. بالنسبه للرقمنه الرقمنه مصير محتوم لكن ينبغي ان يعني ان يعتمد فيه التدرج. والان في المحاكم يمسك سجل ورقي. الان المسطره المدنيه كما هي مقترحه راه لا تجيب على المحامي انه يقدم القضايا بطريقه الكترونيه بطريقه الكترونيه والطريقه الورقيه. مع الوقت كتدخل واحد الديناميه من شانها ان تجعل يعني التحرر الرقمي واقع في يعني الا يعني ينبغي ان يبذل الوجود. وهنا غنقول الاستاذ الوزاري فين الاستاذ الوزاري الصديق العزيز نقول ليه باللي راه المشكله ماشي مشكله امكانيات الهيئات المحاميه عندها الامكانيات راه مشكله اراده وخاصنا كما كنتقدوا وزاره وكما كنتقدوا مؤسسه نديروا النقد الذاتي
سيد النقيب تكلمتوا على ان المجلس على السلطه القضائيه داروا داروا دار. انا اسف ان الهيئات حتى الان ما دارتش واحد توصيه من توصيات من ميثاق اللي هي المدونات الاخلاقيات. علاش ما عرفتيوش المعارف انتوما مسؤولين من الحكومه ديال شوف واش درتي انت واش درتي انت فاش كنتي انت نقيب كنتي نقيب كنتي نقيب اش درتي؟ لا صافي صافي لا جاتي لصفتك نقيب ديال الوحاني لا ما عملتيش لا ما عملتيش يلا تتقول لي تنقول لك ما عملتي والو سيد النقيب ما درتي والو سيد النقيب والو سيد النقيب وكنتي مسؤول ما درتي والو سيد النقيب وانت وانت زين سيد النقيب رجل محترم بيناتنا خلافات هذاك الشيء الخلاف لا يفسد القضية اللي ودي قضية بغيت نقول الأستاذ جعفر جعفر القاضي الفاضل اللي على كل حال كنتمنى ليه التوفيق مهما كان يعني الظروف اللي هي كيعيشها الآن مجلس الدولة هذا الموضوع كان محل نقاش لا يمكن أن يأتي به قانون مجلس الدولة خاص يكون في الدستور لا توجد يعني دولة أسست لمجلس الدولة بقانون خاص يكون دستور وهذا الموضوع عاد في ذاك الوقت اللي كنا حنايا في الحوار الوطني يعني قال لنا اخبرنا رئيس محكمه النقد بانه في السنه كتكون هذيك الساعه كاينه شي 1600 قضيه فيبدو انه ذاك الوقت على الاقل كان من الصعب او من يعني ماشي من الصعب يعني سابق لاوانيه نتكلموا على وجه الدوله ولكن انا غندي شهاده راه حتى في فرنسا راه ماشي انا مشيت وتلاقيت مع رئيس محكمه النقد الفرنسيه اللي كان سابقا لا تتصوروا كيف كان يعني حادا في انتقاد مجلس الدوله حاد في انتقاد مجلس الدوله وما يصدر عن مجلس الدوله هكذا راه حتى حاجه ما كي مسلم بها واش تعقلوا حنايا دابا الان كما كنا متحمسين للاستقلاليه العامه اليوم كيف ننظروا للاستقلاليه العامه راه البشر هو هذا لذلك ينبغي دائما ان نقارب الامور واحد المقاربة موضوعية وهادية شكرا لكم شكرا جزيلا لا أملك في نهاية هذه الندوة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للأساتذة الكرام أستاذ نقيب عزيز الرويبح أستاذ نقيب عبد الرحيم الجامعي أستاذ عبد الله الجورجي الأستاذ مصطفى الرميد وزير سابق وايضا الشكر الجزيل للساده الحضور على صبركم في هذه المناقشه خلال هذه الثلاث ساعات تقريبا من الاستماع لهذا النقاش والمداخلات والى لقاء اخر ان شاء الله شكرا جزيلا لكم.